السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله تعالى الدرس النهاردة، الدرس الخامس. وقبل ما نبدأ الخامس، أنا في المرة اللي فاتت ما وقفت عند جزئية في الدرس الرابع في الحصة اللي فاتت ما قرأتهاش مع حضراتكم، فهشوفها الآن. نبدأ. ميرنا، اتفضلي يا ميرنا، عندك سؤال يا ميرنا من المحاضرة اللي فاتت، اتفضلي يا ميرنا. أنا معاك يا ميرنا. مكتوب في صفحة 16 زي ما تعريفات جمركية وتعريف الصلاحية، هل هذا؟ أيوة طبعا هذا صحيح، بعدين بشوف عنوان في العقود أو القانون اسمه التعريفات. أثناء بحثي وجدت كتابا اسمه التعريفات للشريف الجرجاني. في بعض في 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 مشكلة، أنا مدرك اللي حضرتك بتقوليها يا ميرنا، تمام؟ في عندنا مشكلة صغيرة، والمشكلة الصغيرة إن إحنا ما عندناش لحد النهاردة كتاب واضح وصريح في استخدام أساليب الصياغة القانونية في اللغة العربية. دي واحد، فأرجو إنك أنت تخلي بالك من ده، إن ما عندناش حتى الآن كتاب صريح أو حاجة صريحة في بنقدر بناء عليها نشوف إيه هي الأساليب الصحيحة في الصياغة القانونية في اللغة العربية. نمرة اثنين، هناك كثير من الأشياء محل خلاف في العربية نتيجة التمسك، سواء بيقول لك مثلا في مدرسة قديمة متشددة بتتمسك بالألفاظ القديمة وترفض استخدام أي لفظ جديد. ولكن الحقيقة إن إحنا عندنا النهاردة في لغتنا في حاجة اسمها Modern Standard Arabic، Modern Standard Arabic، اللغة العربية المعاصرة. واللغة العربية المعاصرة اضطرت في أحيان كثيرة إنها تستخدم أشياء ما كانش قبل كده بيستخدموها في اللغة الفصحى. وعلى سبيل المثال للحصر، تمام، إنه كلمة تقويم مثلا، كلمة تقويم، تمام، بيقولوا بتوع اللغة العربية المتشددين يقولوا من الخطأ إن احنا نقول تقييم، يعني أقول تقويم الامتحانات ما أقولش تقييم الامتحانات، أو تقويم الدرس ما أقولش تقييم الدرس، تمام. هذا الخلاف طبعا ما نقدرش نعترف بيه دلوقتي النهاردة، إنما ما نقدرش هذا الكلام ناخد بيه دلوقتي النهاردة. ليه؟ لأن كلمة تقويم لها استخدامات في اللغة العربية المعاصرة تختلف عن استخدامات كلمة تقييم، حتى وإن بعض الناس بيقولوا إنها خطأ من حيث اللغة. كلمة تقويم النهاردة بتستخدم بمعنى أساسي، معنيين أساسيين. نمرة واحد، بتستخدم بالمعنى العام بمعنى الإصلاح، الإصلاح، تمام. فعندنا مثلا نقول إيه، نقول نجد إنه في طبيب الدكتور فلان الفلاني، تمام، طبيب جراحة وتقويم الأسنان، جراحة وتقويم الأسنان. تقويم الأسنان معناها إصلاح الإعوجاج اللي هو يكون في الأسنان. نتكلم على تقويم مثلا المذنبين في السجون، تقويمهم انه معناها اصلاحهم، تمام. نتكلم على تقويم المعوج معناها اصلاح الشيء المعوج. وبتستخدم ايضا كلمه تقويم النهارده في لغه القانون وفي لغه الاقتصاد بمعنى تحديد القيمه، تحديد قيمه الشيء. فيقول تقويم المال المستثمر، تقويم المال المستثمر، يعني valuation، مش evaluation، لا valuation، valuation على طول، valuation of invested capital. فدي تقويم المال المستثمر. يعني لما بنيجي مثلا، لو انت افترضتي ان احنا معانا لوحه للفنان العظيم الكبير قوي بيكاسو، مش اي حد هيفهم قيمه هذه اللوحه. لو معانا اثر من الاثار، مش اي حد يقدر يفهم معنى هذا الاثر او قيمته الحقيقيه، لكن في ناس متخصصين ممكن يحددوا قيمة هذا الأثر أو قيمة هذه اللوحة. لما يجوا يحددوا قيمتها بتبقى العملية اسمها إيه؟ تقويم اللوحة معناها تحديد قيمة اللوحة، تمام؟ فتحديد قيمة اللوحة في اللغة الإنجليزية تبقى إيه؟ valuation من كلمة value، تمام؟ valuation. لما نيجي نقول تقييم اللوحة، التقييم حاجة تانية. التقييم بنتكلم على merits and demerits، بنتكلم على محاسن وعلى عيوب. تقييم الطالب
بيتكلم على أداءه الطيب والأداء الصح والأداء اللي هو غير الصحيح وهكذا. فدي من الحاجات اللي موجودة النهارده. نبص ان في بقى زي الحتة اللي في اللغة العربية اللي كانت صفحة 16، نجد انه في بيحصل خطأ ولخبطة في اللغة العربية المعاصرة في استخدام بعض الكلمات. كلمة تعريفات جمركية، التعريفات دي أصلا اللفظ عربي وداخل اللغة الإنجليزية هي تاريفز، كاستمز تاريفز، تمام؟ فتعريفات بتستخدم النهاردة في لغتنا المعاصرة على الجمارك، وتعريف هي اللي بتستخدم على التعريف الاصطلاحية، تعريف يعني تعريف وجمعها تعاريف على الحاجات الايه الاصطلاحية. فممكن في كتب معينة نجد ان في خلاف على اللي انا بقوله، لان هم متمسكين بحاجه قديمه، يعني متمسكين بالكلمه القديمه. لكن النهارده بيبقى في فرق ما بين تعريفات وتعريف، وهذا هو الافضل ان احنا نتبعه، ان احنا نستخدم زي ما هنستخدم كلمه تقييم وما نقدرش النهارده نلغيها من اللغه بتاعتنا، فاحنا نقدر نستخدم كلمه تعريف. شكرا لحضرتك، وارجو ان يكون الاجابه واضحه. تمام، نروح على الدرس. شكرا جزيلا. نروح على الدرس اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت. ها احنا اتكلمنا على الفوكس بيبقى في الجمله ازاي، وخدنا الحاله بتاعت نائب الفاعل. يعني قلنا ان لما اقول the secretary wrote the letter، السكرتيره كتبت الخطاب. هنا the secretary wrote the letter دي جمله في الانجليزي نورمال، فعشان كده هترجمها في العربيه جمله نورمال. وبعدين قلنا لما نجيب الباسيف من غير باي، the letter was written، دي معناها ان انا باكد على الفعل. يبقى الاول يبقى النورمال ما فيهاش تاكيد على حاجه خالص، لكن the letter was written ده فيها تاكيد على الفعل. اما لو قلت the letter was written by the secretary، لو انا استخدمت كلمه by فمعناها ان التاكيد كان التاكيد هو على مين؟ على السكرتيره اللي هي على الفاعل، فنقدر نقول السكرتيره كتبت الخطاب. او ممكن في نص اخر ان انا اقول ايه، الخطاب كتبته السكرتيره. تمام، ان من كتب او قد يكون التاكيد على الخطاب، وحينئذ نقول الخطاب كتبته السكرتيره. تمام، بنقول ان في ان الاساس في اللغه العربيه عندنا النهارده عشان نعمل صياغه جيده، ان احنا لازم نراعي قواعد اللغه العربيه والمعاني الموجوده في اللغه العربيه. تمام، ففي المثال اللي انا اخذته على محكمه النقد، تمام، فقلت في هذا المثال اللي هو المثال اللي مذكور بان هو ايه، اذا بعد كلمه رابعا في صفحه 16، اذا ارتكبت الجرائم كذا وكذا وكذا، رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبه الغرامه المبينه في المواد المذكوره، رفعت الى ضعفيها، رفعت الى ضعفيها. المشكله كانت في هذا الحكم، ها، ان انا هنفترض انه الغرامه كانت 10,000 جنيه، 10,000 جنيه. المحكمه حكمت بايه؟ المحكمه حكمت ب 40,000 جنيه. حكمت ب 40,000 جنيه. تمام؟ وحصل نقد. المشكله كانت في تفسير المثال اللي انا كاتبه، اللي هو رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبه الغرامه المبينه في المواد المذكوره الى ضعفيها. عشان الى ضعفيها ده مثنى. ده مثنى. تمام؟ والضعف في اللغه العربيه تعريفه الضعف هو المثل. الضعف هو المثل. فلما نقول ضعف ال 10,000 كام؟ مثلها. ضعف ال 10,000 مثلها، يبقى ضعفها 20,000. طيب لو قلنا ضعفي اثنين مثنى ضعفين، تبقى ايه الضعفين بتوع ال 10,000؟ 10,000 و10,000. 10,000 و10,000. اذا لو رفعنا الغرامه المذكوره، وكانت الغرامه المذكوره 10,000، الى ضعفيها، يبقى ضعفيها معناها 30,000 جنيه مش 40,000 جنيه. تمام؟ فدي حته مهمه جدا، اللي هي حته ان احنا بنفسر اللغه العربيه طبقا لقواعدها، طبقا لقواعدها. يعني لما نيجي يقول مثلا، عندي حاجه ثانيه مثال اخر، ان مثلا استبدل، دايما استبدل في الجمله بتاعتها الباء بتدخل على المتروك. استبدل الباء بتدخل على المتروك علشان الايه الكريمه، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. المتروك هنا هو الذي هو خير.
تمام. وهذه القاعده قاعده بالاجماع، باجماع علماء النحو، تمام. يعني اي راي غير ذلك فهو راي شاذ، واحنا بناخد بالاجماع، تمام، او بما هو عام وبما هو متفق عليه بين الاغلبيه، تمام. فلما نيجي نقول استبدل كذا بكذا، يبقى المتروك هو جاء بعد الباء، حتى لو كان انا وانا بترجم، ها، او بكتب، حتى لو كان الكلام ده ازاي يستبدل ده بده. يعني لو واحد مثلا ايه قلنا استبدل الفائز، ها، استبدل الفائز الدراجه بالسياره المرسيدس، استبدل الفائز الدراجه بالسياره المرسيدس، يبقى انا ماليش دعوه. انا هنا معناها ايه؟ معناها ان هو ما قال ممكن بدل السياره المرسيدس اخد عجله، هو اللي قال كده، هو اللي قال كده. طبعا لو انا بترجم ترجمه فوريه، لو يعني لو بترجم في مسابقه او انا موجود واقف وجنبي بقيه الاشخاص، هتاكد. لكن غير ذلك، وكنص مكتوب، كنص قانوني مكتوب، انا بترجم العلاقات اللغويه التي من شانها ان تؤدي الى علاقات في المعنى. وبعدين برضه قلت بعد كده ان احنا عندنا مشكله في بعض الحاجات. يعني مجمع اللغه العربيه مثلا بيقول ان جمع كلمه مشكله مشكلات مش مشاكل، في الوقت اللي الامم المتحده دائره اللغه العربيه في الامم المتحده تصر على انها تجمع مشكله على مشاكل. فمجمع اللغه العربيه بيقول حاجه جميله قوي، بيقول لي هي الجمع الصحيح لكلمه مشكله هي مشكلات، ولكن ان قابلتك كلمه مشاكل لا تتسبب انت في حدوث مشكلات، ما تعملش انت مشاكل لما تقابلك. هي في كلتا الحالتين مشكله، ها، جمعها سواء مشكلات او مشاكل، هي في اللغه الانجليزيه هتبقى problems، مشكلات problems ومشاكل problems. لكن يفضل حين نكتب، حين انما نكون احنا اللي بننشئ الكلام، حين نكتب نقول مشكلات، تمام. لكن حين نترجم من العربيه الى الانجليزيه، ايه فائده الاعتراض على كلمه مشاكل؟ لا فائده، تمام. يبقى الافضل ان احنا نعديها ونترجمها problems زي ما هي، تمام. ولو حد حتى قالها قدامنا، مش المفروض ان احنا نصححها ولا حاجه، هو بقدر الامكان احنا نحاول نتبع ما هو اصوب، ما هو ادق. هذا الكلام موجود في ما نطلق عليه modern standard Arabic. وقلنا ان فيه خلاف كتير في المعاجم اللي هي خاصه بقل ولا تقل، قل كذا ولا تقل كذا، تمام. فما نقدرش ان احنا نفتح الباب عليه على 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 مصراعيه، يعني في مساله هذه المعاجم اللغويه. وذكرت ان محمد العدناني في معجم من هذه المعاجم، وان شاء الله النهارده ابص لكم على المعاجم شويه علشان ناكد لكم الحاجات المهمه فيها. في معجم الاغلاط اللغويه المعاصره بيقول في ماده حوالي، تمام، بيقول ان انا في المعجم الاولاني بتاعي كان عامل معجم اسمه معجم الاخطاء الشائعه، تمام. فبيقول ان انا في معجمي المعجم الاخطاء الشائعه كنت قد خطأت، انا خطأت. اتفضل. نشوف معايا مين؟ ايوه، في انا بس انا بسال بس مين معايا، لان انا ماليش. هشام، استاذ دكتور هشام، اتفضل. هشام بك، اتفضل. اللي كان بيقول لي علاقة الترجمة باللغة العربية، أستاذ صالح، موقفنا منها. السؤال غير واضح يا أستاذ صالح، يعني ماذا تقصد بموقفنا؟ الآن يا دكتور، الآن وضحت الخلاف في الناحية النحوية اللغوية، أيوه، من ناحية الترجمة اللي هو وجود الباء بعد اللفظ. الآن أنا كترجمة، أيوة تفضل. الآن أنا كيف من ناحية ترجمة، كيف إني يعني ما أصل للمرحلة ذي أو الخطأ ذا؟ لا، لابد نتأكد من قواعد اللغة العربية ومن صحتها. لابد لينا إن إحنا نراجع قواعد اللغة العربية ونتأكد منها حين نكتب بالعربية أو حين ننقل من الإنجليزية إلى العربية، تمام. المترجم لابد ان هو بيتقن اللغتين، تمام. فالقاعده الثابته في اللغه العربيه ان الباء تدخل على المتروك، الباء نعم. تدخل على المتروك. فلما يقول يعني فلما يقول لي يستبدل، ها، بالماده رقم كذا لسنه كذا، النص الاتي
يبقى المادة اللي تخلينا عنها هي اللي بقى اللي جه دخل عليها الباء، يستبدل بالمادة كذا كذا، يبقى الباء بتدخل على المتروك والجديد هو الشيء الآخر. لابد ان احنا نتمسك بهذه القاعدة، لان دي قاعدة نحوية أصيلة في اللغة العربية. ما وبقول ان تتعارض ده يا دكتور؟ لا 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 لا، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، تمام، هذا هو الأساس. لما بيكون في قول شاذ ما بنمشي قول الشاذ، بنمشي على الأساس المتفق عليه العلماء، الأساس المتفق عليه العلماء كلهم. واضح يا بارك أستاذ الله صالح؟ فيك، شكرا شكرا يا دكتور، الله الله يكرمك. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. ماشي يا حبيبي، نعود للكلام بتاعنا، تمام. فبنقول انه هو بيقول في الماده دي، ها هنا ده، دي كتب كتيره موجوده مع اسمها قل ولا تقل، قل ولا تقل. ما نقدرش نمشي ورا كل الكتب بتاعت قل ولا تقل، كارثه. وبعدين اهو المثال اللي انا كاتبه لحضراتكم ده هنا، ان هو بيقول ايه؟ بيقول كنت قد خطأت استخدام حوالي، ان انا اقول حوالي 100 جنيه، وقلت نقول الزهاء 100 جنيه، قرابة 100 جنيه. وبعدين ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة في جلسته رقم كذا سنة كذا، تمام، أقر استخدام حوالي بمعنى قرابة أو بمعنى زهاء. هذا الصراع هو صراع ما بين اللغة القديمة وما بين اللغة العربية المعاصرة. المعاصرة إحنا بنتكلم على المعاصرة، بنقول الكلام عشان الناس تفهمه. فإحنا نمشي مع إيه؟ نمشي مع قواعد اللغة العربية. من حيث الجرامر مفيش اختلاف، لكن هنجد هناك ألفاظ ها مقبولة في لغتنا العربية المعاصرة، ما بيعتبروهاش أخطاء ولا حاجة، وسليمة وما فيهاش أي حاجة. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، عندنا في الكلمات اللي هي تعريفات وتعاريف وتصريحات وتصاريح، تمام، مثلا في مثل في مثل الحاجات اللي هي زي كده، كان ومثلا نقول ايه، موضوع، تمام، موضوعات ولا مواضيع، تمام. فالاساتذه بتوع اللغه العربيه المتشددين بما بي ما ما بيرفضوا كلمه مواضيع، ويقولوا نقول موضوع موضوعات، لا تجمع الا على موضوعات، تمام. لكن هناك من الاساتذه الاجلاء من أجاز استخدام كلمة مواضيع. وفي المعجم الأساسي للغة العربية اللي صادر عن منظمة العلوم، منظمة الثقافة والعلوم العربية، أجازوا استخدام كلمة مواضيع، أجاز استخدامها. فإحنا كل ما هو يتفق واللغة العربية المعاصرة، هذا مقبول، هذا مقبول. وإن شاء الله هتقابلنا حاجات كتيرة هنتكلم عنها في وقتها. بعد كده بننتقل لصفحة 18. صفحة 18 بتتكلم على grammaticality versus acceptability. grammaticality معناها الصحة النحوية، تمام، الصحة النحوية، versus acceptability مقابل الاستخدام. ايه الحكاية بتاعت الصحة النحوية مقابل الاستخدام؟ ليس كل ما هو صحيح لغة مقبول في الاستخدام. الجرامر بتاع اللغة عامل زي الجدول الضرب، عامل زي مسألة رياضية ماثيماتيكال، تمام. فليس كل ما هو مطابق للقواعد مقبول في الاستخدام. وعلى سبيل المثال، هذا اللي أنا كاتبه ما شفتهم لهمش، هذا المثال قاله واحد منهم ممن يدرسون اللغة العامية المصرية، فهو ماشي مع القواعد. القواعد بتقول شاف ما شافش، كتب ما كتبش، كتب لهم ما كتب لهمش، تمام، وهكذا. مفيش لغة ملهاش نحو، مفيش لغة ملهاش قواعد، حتى العامية محكومة بقواعد، تمام. فلما قال كلمة قدامنا ما شفتهم لهمش، كلنا اتخضينا. يعني ايه ما شفتهم لهمش؟ يعني ما حدش يقول كده. قال فبصينا باستعجاب، وقال I did not see them for them، عايز اقول I did not see them for them. فزي ما انا كاتب لحضراتكم، العبارة صحيحة من حيث القواعد العامية نظريا، لكنها لا تتفق ومقام الاستخدام، تمام. اننا ناخذ هذا المثال لنقول في كله من لغه الى اخرى بينتقل عبر حواجز ثقافيه، وفي اوقات معينه سيجد نفسه مضطرا ان ياتي بتركيب نحوي معين ليعبر عن فكره غير موجوده في اللغه التي ينقل اليها. وعلى سبيل المثال في اللغه القانونيه بقى، في اللغه القانونيه
احنا بنقول بالعربي عندنا عقد الزواج، فانا هترجم عقد الزواج marriage contract. تمام؟ في اول مره واحد امريكاني في الجامعه الامريكيه كان مدير بتاعي شافني وانا كاتب marriage contract، راح شاطب لي على كلمه contract وخلاها marriage license. قال لي ما احنا ما عندناش في لغتنا حاجه اسمها marriage contract. اه ما عندكش في لغتك، لكن موجوده في لغتي انا. موجوده في لغه هو عنده عايزها ايه marriage license. قلت له لا ما تنفعش، انت فهمت ايه من marriage contract؟ فقال لي فهمت ان هو عقد، يعني الزواج عندكم عقد، عقد زي بقيه العقود. قلت له نعم، الزواج عندنا عقد زي بقيه العقود، ها مش تصريح، مش اذن للدوله لينا، ها او اجراء حكومي، مش اذن لينا او تصريح لينا بالزواج. انا بتكلم على الزواج نفسه، الزواج نفسه عقد من العقود. ادم هو عقد من العقود، يبقى انا اقدر استخدم الكومباوند ناون واقول هذا المثال. طب ده مثال من الانجليزيه، من العربيه الى الانجليزيه، اللي هو كان لازم يبقى نعمله بهذا الشكل. ممكن ادي لحضراتكم مثال اخر، ها لرجل برضو امريكاني كان بيترجم من العربيه الى الانجليزيه، بيترجم من العربيه الى الانجليزيه، كان بيترجم كتاب، بيترجم كتاب. في الصفحه الاولانيه عليها كده اهو، بعمل عليها من البدايه خطأ خطأ خطأ. تمام؟ قال بنترجم قايل ايه؟ قايل a word of thanks. تمام؟ قايل a word of thanks. تمام؟ فانا شطبت له عليها وصلحتها له بانها لازم تكون ايه؟ acknowledgement. بنقول كلمه الشكر ها باللغه الانجليزيه اسمها acknowledgement. هو الراجل الامريكاني ترجمها حرفيا، ترجمها a word of thanks. ف a word of thanks من حيث القواعد بتاعت اللغه صح، من حيث ان الانجليز بيقولوا كده او الامريكان لا ما بيقولوش كده، امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا acknowledgement، تقدير. acknowledgement اللي هو تقدير او اقرار. تمام؟ هو ده اللي بيوازي عندنا بالعربي كلمه شكر. لذلك وجب علينا ان احنا نعرف القواعد كويس، know the rules well so you can break them effectively. نعرف القواعد كويس عشان لما نيجي نكسر قاعده نبقى احنا عارفين ان احنا بنكسرها على بشكل صحيح. تمام؟ والمبدا عندنا دايما اللي احنا لازم نفتكره the exception proves the rule، ها ان وجود الاستثناء خير دليل على وجود القاعده. بننتقل بعد كده لكلمه للنورمال ستيتمنت. النورمال ستيتمنت اللي هي العباره العاديه، اللي هي عباره لا تؤكد على شيء، عباره لا تقول لا اقل لا ازيد ولا اقل مما هو واضح انها تقوله. تمام؟ فانا لو بترجم عباره زي he is a boy اقول انه ولد، لكن ما ينفعش اقول هو ولد، لانك انت لو قلت هو ولد يبقى انت بتاكد على هو، وما فيش عندي في اللغه الانجليزيه تاكيد على هي. تمام؟ يعني he is a boy انه ولد، لكن مش هو ولد، لان لما تقول هو ولد يبقى في تاكيد على هو، يعني هو ولد ولكن هي مثلا بنت. تمام؟ فيبقى نخلي بالنا لما تكون العباره فيها شيء مؤكد او شيء غير مش مؤكد. هل يمكن التوكيد على النص المكتوب؟ نعم، النص المكتوب ممكن ياكد عليه بانه هو يكتب الكلمه المراد التوكيدها يكتبها بشكل مخالف لبقيه الجمله، يعني يكتب كلمه هي مثلا يكتبها بـ 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 بالبولد بالاسود التقيل. تمام؟ يكتبها بالخط المايل، يكتبها بخط مخالف لبقيه الجمله. تمام؟ في هذه الحالة هنفهم إنه هو عايز يحط تأكيد على هي، وهنشوف الحكاية دي حالا، هنشوفها مع بعضنا والمثال اللي هو عليها. أخذنا بأول محاضرة ترجمة simple present. نعم. ما احنا في حالة وجود verb. أيوة يا ستي يا هنادي، أيوة احنا قلنا إيه؟ قلنا في حالة وجود verb to be تترجم. نعم نترجم، تترجم مبتدأ وخبر، تترجم جملة اسمية، تترجم جملة اسمية. وإنه ولد ما هي جملة اسمية، مش لا هي جملة. فين الفعل؟ مفيش، هي جملة اسمية. طبعا هي جملة اسمية، إنه ولد. تمام؟ الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر، هو وإن أداة توكيد، مش كده؟ هو ولد جملة اسمية. نعم، ما إنه يعني إن هو ولد. تمام؟ لكن إذا ذكرنا هو فقط، هو ولد، ها؟ أما بقول إنه ولد
فأنت الجملة الاسمية بطبيعتها أشد توكيدا من الجملة الفعلية، أشد توكيدا من الجملة الفعلية، تمام؟ لو قلت إنه الاستخدام والأسلوب في اللغة العربية، لما نقول إنه ولد، تمام؟ مفيش تأكيد على هو، لأن هو جاية بضمير متصل مش ضمير منفصل، مش ضمير منفصل. لو أنا ترجمت he is a boy، هو ولد، هو ولد بضمير المنفصل، وده دي عندنا في اللغة العربية موجود الضمير المتصل، اللغة الإنجليزية ما فيهاش حكاية الضمير المتصل، ما فيهاش. فالجملة اللي عندنا العربية اللي فيها ضمير منفصل عمرها ما تبقى جملة توكيدية، ما بيبقاش فيها توكيد أبدا، لكن إذا عملت الضمير منفصل يبقى فيها توكيد. فهنا لو أنا قلتها، لو قلتها هي إز أ بوي، ترجمتها هو ولد بضمير منفصل، يبقى معناها أن هناك توكيد على هي، على هي. كيف يكون التوكيد على هي، أو كيف يمكن هذا في اللغة الإنجليزية إذا كتبت هي بطريقة تختلف عن بقية الجملة؟ في هذه الحالة هي عليها توكيد، لكن لو مش مكتوبة بطريقة مخالفة لبقية الجملة يبقى ما عليهاش توكيد، وبالتالي هو ولد كما هتبقى خاطئة هي إز أ بوي. لما أقول هي جوز تو سكول إيفري داي، لو قلت هي جوز سكول افري داي وهي مكتوبه بشكل نورمال زيها زي بقيه الجمله، تمام؟ يبقى هنا، هنا دي جمله فعليه، يذهب الى المدرسه كل يوم، انه يذهب، مش هقول هو يذهب، لان لو قلت هو يذهب يبقى انا باكد على هو، ولكن هناك هي، هناك حد تاني ما بتكلمش عليه، تمام؟ يبقى هنا بتحمل توكيد، وهناكد هذه بمثال واضح او اوضح من هذا، تمام؟ اوضح من هذا بكثير. لما نروح على الجمله نشوف، نشوف اللي بعدها بيقول لي ايه. ها نخلي بالنا من انه ده تقريبا، ده كان سؤال ان صوره مؤنث صور بمعنى سياج. في عندي قاعده، قاعده بتقول ايه في اللغه الانجليزيه؟ any structure in English، اي تركيب في اللغه الانجليزيه، or any sentence in English، او اي جمله في اللغه الانجليزيه can have، يعني يمكن انها تحتوي على as many meanings، على عدد من المعاني، as the number of the words in that sentence is، بعدد الكلمات اللي موجوده في هذه الجمله، تمام؟ الجمله ممكن تحتوي على عدد من المعاني بعدد الكلمات اللي موجوده فيها. This is called، بيطلق عليها دي باللغه الانجليزيه phrase stress in English، بيطلق عليها phrase stress، يعني الستريس على مستوى الجمله. لو خدنا جمله زي جملة This is a good girl. This is a good girl. لو الجملة عادية. جملة عادية. بيقول لي إيه؟ This is a good girl. مفيش ستريس على أي حاجة فيها من حيث الشكل. ما كتبش لا this ولا is ولا إيه ولا good بطريقة مختلفة. بيقول This is a good girl. دي تعتبر إيه؟ تعتبر normal statement. Normal statement يعني إيه؟ يعني it does not say، هي ما بتقولش anything more، لا أكتر or less، أو أقل than what it appears to say، عن اللي هي بتقوله. لكن لو افترضنا افتراض ان في، طبعا دي الجمله دي يبقى معناها ايه؟ معناها هذه فتاه على خلق، دي فتاه كويسه. لو افترضنا افتراض ان في انسبكتور، في مفتش، تمام؟ والمفتش ده كان داخل لمدرسه ما، ولما دخل المدرسه اتقابل مقابله على البوابه من بنت كويسه وصلته لمديره المدرسه او نظره المدرسه. فلما المفتش دخل على المديرة ومعاه البنت، شاور على البنت وقال This is a good girl. This is a good girl. احنا كاتبين this كلها كابيتال عشان نبين ان هي، هو قال كلمة this بطريقة مخالفة لبقية الجملة. لو قال This is a good girl تبقى معناها ايه؟ معناها This girl in particular، معناها البنت دي على وجه التحديد، not that one، مش واحدة تانية. يعني لو كانوا هما بنتين اللي قابلوه، أو في بنت تانية واقفة وهو بيقول This is a good girl، يبقى هو بيؤكد على إن هذه فتاة على وجه التحديد. This، هذه الفتاة على وجه التحديد is a good girl، تمام؟ ممكن في الحالة دي هنبص نلاقي ها عايزة ترد عليه. أما تيجي ترد عليه هترد عليه تقول له إيه؟ عايزة تقول له ده أنا بنات المدرسة كلهم عندي كويسين، مش البنت دي بس، تمام؟ عشان تقول له دي بنات المدرسة كلهم عندي كويسين، ها هتؤكد على حرف النكرة A، حرف النكرة A، تمام؟ هتبقى هنا،
هتجيب له الإجابة أو الجملة رقم أربعة، هتقول له this is a good girl. a good girl. هو بيقول لها this، بيقول لها رقم اتنين، هي هترد عليه برقم أربعة this is a good girl، يعني one good girl among other good girls، يعني إنها مجرد فتاة واحدة من الفتيات التي على خلق، لأن كل الفتيات هنا على خلق. This is a good girl. تمام؟ يبقى هنا لو ده لو عملت ستريس على الاي، وممكن ان احنا ان هو ان احنا نقول انها هنا بترد بغضب وتؤكد، لان هو بيقول لها this، البنت دي على وجه التحديد بنت معينه بيشاور عليها. تمام؟ ناخد استراحه ونرجع تاني بعد 10 دقائق ولا ربع ساعه. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنا بنتكلم على إن الجملة المكتوبة ممكن إنها تحمل توكيد معين، والتوكيد المعين ده لما بيتعمل بإن هو تكتب بخط مختلف، والجملة عادة. دكتور بس في سؤال، معلش. تفضل يا أستاذ صالح. ذكرت قاعدة قبل الاستراحة، أنا ليس كل ما هو صحيح في اللغة قابل للاستخدام. نعم. ممكن استعيد شرحها يا دكتور، معليش. حاضر. حاضر. هعيدها تاني. هعيدها من الصفحة اللي قبلها. الواقع هو إن في اللغة القواعد بتاعتها بتبقى أشبه ساعات بعملية الحسابية الرياضية، أشبه بالعملية الرياضية. يعني أنا ممكن أركب تركيب نحوي، أركب تركيب صحيح، لكن ما يكونش مستخدم، ما بنستخدمش هذا التركيب بهذه الصورة. فمثلا ده مثال الأولاني اللي أنا كاتبه اللي هو ما شفتهم لهمش، ده مثال من اللغة العامية المصرية. إحنا لو افترضنا جدلا إن واحد بيقول لي أنا شفت الموضوع. تمام؟ فلما بيجي يعمل لها نفي بينفي الكلام إزاي؟ بيقول لي ما شفتش. لو قال لي أنا كتبت الموضوع ده يقول لي ما كتبتش. تمام؟ أنا فهمت الموضوع ده، أنا ما فهمتش. تمام؟ لكن ما نقدرش إن هو يستخدم عدد من الضمائر المتصلة في النفي بتاعه ولا في الإثبات بتاعه، يعني الجملة المثبتة، ولا ما يقدرش يقول لي ما شفتهم لهمش. كلمة ما شفتهم لهمش هذه صحيحة من حيث الجرامر، صحيحة من حيث النحو. ما شفتهم لهمش معناها I did not see them for them. لكن إن أنا أستخدم ضميرين متصلين بهذا الشكل في اللغة العربية ده مش موجود في الاستخدام. هو صحيح من حيث القواعد، صحيح من حيث بناء القواعد، لكن ما هوش صحيح في الاستخدام. ما تمام؟ فإحنا عندنا في حاجتين بيحكمونا في اللغة على نحو عام: الصحة اللغوية والاستخدام. الصحة اللغوية والاستخدام. يعني أنا لو قلت لحضرتك مثلا إنه من أسماء الأسد في اللغة العربية أسماء كثيرة متعددة، فالأسد هو درغام وأسامة والليث، سبع، له أسماء متعددة. لكن لو أنت واخد الأطفال ولادك ورايح بيهم حديقة الحيوان، ما ينفعش إن أنت تقول إيه هيا بنا نذهب إلى بيت الليث، أو هيا بنا نذهب إلى بيت أسامة، أو هيا بنا نذهب إلى بيت الضرغام. تمام؟ لا، لازم تقول هيا بنا نذهب إلى بيت الأسد. لازم تستخدم كلمة الأسد. مقام الاستخدام هنا مهم قوي. أنتوا في حديقة حيوان وأنت بتفرج أولاك، ما ينفعش أن أنت تستخدم، لأن هي كلمة صحيحة لغة تستخدمها في غير موضعها، ده هيبقى استخدام في غير موضعه. فإذا في ممكن يكون مقياس في حاجة صحيحة من حيث التركيب النحوي، لكنها من حيث مقام الاستخدام غير مقبولة. طيب ايه حكاية بقى انها تبقى صحيحة لغة دي وما اقدرش ان انا استخدمها؟ هيحتاج يستخدمها المترجم، اللي هيستخدمها المترجم. ففي اللغة الانجليزية على سبيل المثال قاعدة اسمها الاسم المركب، compound noun. الاسم المركب عبارة عن اسم زائد اسم، ها، ولكن المعنى بيأتي من اليمين الى اليسار، مش من اليسار الى اليمين، بيجي من اليمين للشمال. تمام؟ فأنا في اللغة العربية ما فيش حاجة اسمها marriage contract، لكن المترجم لأنه بينقل من لغة إلى أخرى
وبيعبر حواجز ثقافية مش موجودة في اللغة التانية، فهو مسموح له بأنه هو يعمل تركيب جديد غير مستخدم في اللغة الإنجليزية، غير مستخدم في اللغة الإنجليزية. فبالتالي أقدر أقول marriage contract، رغم أنه الشخص الإنجليزي أو الأمريكاني بيقولش marriage contract. لكن السؤال، هل هو يفهم ما أقصده أنا من marriage contract ولا ما يفهموش؟ بيفهمه. إذن أنا أقدر أستخدمه. أديك مثال، مثال آخر، أديك مثال آخر. إحنا في لغتنا اللغة العربية عندنا الاشتقاق، والاشتقاق عندنا شيء مهم جدا جدا، وعندنا في الاشتقاق ده باب واسع، وعندنا في باب كمان إن أنا أقدر أقول حاجات وكونها وكون فيها كلمات عظيمة الشأن في إعطائها وفي توصيلها للمعنى. فمثلا لو إحنا خدنا كلمة من الكلمات القرآنية، هي إلا صيحة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم بالساهرة. في القرآن عندنا كلمة الساهرة، وهذه الساهرة ألف لام سين ألف هاء راء تاء مربوطة، وهذه والساهرة من الكلمات التي تطلق على يوم القيامة. يوم القيامة له أسماء متعددة. لو أنا بقول في اللغة الإنجليزية عايز أتكلم كلمة الساهرة بمعناها، الساهرة، الساهرة جاية من إيه؟ هو إحنا عندنا في اللغة العربية فرق كبير بين إن واحد يسهر يكون ساهر، هو يسهر بنفسه، أو يسهر. يسهر يعني أنت تجعله لا ينام، أنت تجعله في حالة سهر، يسهر، تمام؟ فالساهرة هي الوضع الذي يجعل الناس جميعا في حالة سهر دائم، بترفع غريزة النوم. ده المقصود بكلمة الساهرة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني فإذا هم قد رفعت عنهم غريزة النوم، فلا نوم. ما ينفعش يوم القيامة والأحداث العظام بتحصل يوم القيامة إن في واحد ساعتها يعمل إيه؟ واحد ساعتها يغلبه النوم، الإرهاق والتعب ويغلبه النوم. لا، ما يحصلش ده أبدا. ليه؟ لأنه رفعت غرائز معينة عن الإنسان، رفعت غريزة الجوع، رفعت غريزة العطش، رفعت غريزة النوم، تمام؟ فكلمة الساهرة بتعطي معنى أنهم هم في جعلوا في حالة سهر دائم، رفعت عنهم غريزة النوم. أنا هنقل إزاي إلى اللغة الإنجليزية كلمة الساهرة؟ هنقلها لأن أنا من الممكن أن أنا أستخدم التركيب compounding، وإحنا compounding ده شرحناه لما كنا بنشرح إنه قلنا فيه ثلاث خصائص في اللغة الإنجليزية، والثلاث خصائص في اللغة الإنجليزية دول موجودين في صفحة 13، صفحة 13 الملزمة، إن اللغة الإنجليزية تمتاز باستخدامها للسوابق واللواحق البريفكسز والسفكسز، وبتستخدم كمان الكومباوندينج التركيب. فأنا ممكن أترجم كلمة الساهرة باستخدام التركيب، أعمل لها أكون لها كلمة جديدة. فبكون الكلمة جديدة إزاي؟ هقول the T-H-E kept capital K-E-P-T وبعدين هايفن، هايفن اللي هي الشرطة اللي بتوصل مش بتفصل، وبعدين awake A capital A W A K E the kept awake. The kept awake، the kept awake معناها that which keeps them awake، that which keeps them awake. تمام، حضرتك بتجلس سريعة وفاهم الكلام اللي بتقوله، تمام؟ إن الساهرة معناها الوضع الذي لا ترفع فيه غريزة النوم ولا يستطيع أي إنسان إن هو ينام، لأن رفعت هذه الغريزة يبقى سهر، تمام؟ فإذا كبت ويك، لما أنا أقول ذا كبت ويك، الراجل الإنجليزي هيفهمني ولا مش هيفهمني؟ هيفهمني، رغم إن هو ما عندوش هذا التركيب، وهذا التركيب تركيب نحوي صحيح لأنه مبني على القاعدة، على القاعدة، تمام؟ مثال آخر، مثال آخر، في اللغة الإنجليزية عندهم كلمة prostrate، P-R-O-S-T-R-A-T-E prostrate. prostrate معناها يسجد، معناها يسجد. وعندهم في اللغة الإنجليزية كلمة prostration، P-R-O-S-T-R-A-T-I-O-N prostration، تاني P-R-O-S T-R-A-T-I-O-N prostration معناها السجود. لكن تخيل ما عندهمش كلمة ساجد، ما عندهمش كلمة ساجد.
طيب أنا لو بترجم في القرآن وعايز أترجم الساجدون، الساجدون هم في اللغة الإنجليزية ما يتكلموا على الساجدون بيعملوها العابدون، بس أنا عندي في العربي في ساجدون وفي عندي عابدون، وعابدون غير ساجدون وساجدون غير عابدون، دي بتوصف حاجة ودي بتوصف حاجة تانية، تمام؟ فلما أجي أنا عايز أترجم الساجدون أعمل إيه؟ هكونها في اللغة الإنجليزية طبقا للقاعدة، هكونها طبقا للقاعدة. لو أنت بتتكلم على اسم الفاعل عايز تكون اسم الفاعل في اللغة الإنجليزية بيكون بإنك أنت بتضيف على الفعل ER أو OR، ER أو OR. إذن بالتالي الفعل عندي في اللغة الإنجليزية موجود اللي هو prostrate، الفعل عندي prostrate، طب هخليها prostrator، prostrator PROSTRATOR، يبقى prostrator معناها ساجد وprostrators يعني ساجدون. فأنا استخدمت هنا في اللغة الإنجليزية كلمة صحيحة لغة هي غير مستخدمة، لكن مقام الصحة النحوية فيها متوافر وموجود اللي هي الجراماتيكاليتي بتاعتها. فإذا أنا ماشي مع القاعدة أهو، القاعدة موجودة والتركيب نحوي صحيح، ولكن عندهم غير مستخدم، هو غير مستخدم في ثقافتهم لأن المعنى مش موجود عندهم، أما المعنى موجود عندي. فطالما أنا كمترجم أنا مسموح للمترجم لأنه ينتقل عبر حواجز ثقافية أن ينقل هذا المعنى، أن ينقل هذا المعنى إلى اللغة الإنجليزية، سواء هو بينقله بكلمة مقابل الكلمة أو حتى بجملة مقابل الكلمة، حتى بجملة مقابل الكلمة. أنت لو حضرتك مثال أخير بقى عشان نبقى أرجو إن النقطة تكون واضحة تماما، لما بتيجي تشوف كلمة القرآن وهي مكتوبة في اللغة الإنجليزية بتبقى مكتوبة QURAN، QUR apostrophe AN، تاني قرآن زي ما هي مكتوبة بنفس النطق العربي بس بحروف إنجليزية، Q capital Q U R apostrophe A N قرآن. هل أنت كده ترجمت حاجة؟ هل أنت كده شرحت معناها؟ مفيش، ما قلناش. طب نروح لكتاب سيدي جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن ونشوف ماذا قيل عن كلمة قرآن. تمام، قيل عن كلمة قرآن أنها لها على الأقل ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها قد تكون، قد تكون مثنى كلمة قر، مثنى كلمة قر، فقر زائد قر قرآن، قر أي طهر. طبعا أنا أعلم تماما أن قر قد تأتي معنى الطهر أو عكسه أو ضده، تمام، لكن الغالب على معناها هو الطهر. تمام، فلو أنا بتكلم على قر زائد قر يبقى قرآن يعني طهران، يعني ويمكن أن نفهم من هذا طهارة الظاهر وطهارة الباطن، يعني هو قر طهارة على طهارة، فهي طهارة الظاهر وطهارة الباطن، هذا معنى قال به الإمام الجليل. تمام، وهناك معنى آخر قالوا إنها قد تكون صيغة مبالغة، قد تكون صيغة مبالغة. أنت عندك صيغ مبالغة ثابتة في اللغة العربية؟ تمام، لا ما عندكش كل صيغ مبالغة، لأنه في لغة القرآن أتى القرآن أي لما قلنا كلمة سورة من شوية كنت كاتبها كلمة سورة، تمام، إن كلمة سورة، ها، كلمة 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 سورة، نرجع كده هرجع أوريها لك. سورة، سورة جاية منين في اللغة العربية؟ لا هي كانت قدام شوية الظاهر، كانت قدام. سورة هي جاية من سور، جاية من سور، تمام، سور، ولكن هي مؤنث، مؤنث كلمة سور هي المؤنث بتاعه، واخد بال حضرتك؟ اهي اخر واحدة في الصفحة، بعد هو يذهب الى المدرسة، سورة اهي مؤنث سور، وسور اللي هو سياج. فانا عندي القرآن الكريم في 114 سياج، سياج سور، لكن العرب ما كانوش يستخدموا مؤنث السور، القرآن استخدم هذا اللفظ، العرب ما كانوش يستخدموا مؤنث فاتح، تمام، لكن القرآن استخدم الفاتحة، فاتحة الكتاب، أي بها يفتح الله الكتاب عليك، الكتاب الله القرآن عليك، تمام. فهذا الاستخدام لم يكن موجود،
لكن فالقرآن الكريم استخدم استخدامات ما لم يكن العرب يستخدمونها فيما قبل، تمام. فالقرآن هي ممكن أن تكون صيغة مبالغة. ما معنى صيغة المبالغة هنا اللي هي القرآن؟ معناها لا قراءة تعلو قراءة القرآن، لا قراءة تعلو قراءة القرآن، يعني هذا أفضل ما يقرأه الإنسان، أفضل ما يقرأه الإنسان، يعني the best that can be read، لا قراءة تعلو قراءة القرآن، the best that can be read. فهذا معنى آخر مقبول. وهناك معنى ثالث كمان ومعنى جميل، أن أول من نزلت من الكلمات في القرآن الكريم كانت اقرأ، واقرأ بمعنى اعلم، لأن هي باب العلم، تمام. وعلى هذا فالقرآن وهي صيغة مبالغة، فهي تعني العلم الكلي الإحاطي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تمام. إذا زي ما قيل يعني، والله لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. فالصحة اللغوية شيء، ومقام الاستخدام بتاع اللفظ شيء آخر. أرجو يا أستاذ صالح أن يكون الكلام واضح عند حضرتك، ولو ما كانش واضح قول لي، ممكن أديك مزيدا من الأمثلة. أرجو أن يكون واضح وكون حضرتك متابعني، تمام. بعد كده هنرجع تاني للمثال بتاع This is a good girl. شكرا جزيلا يا أستاذ صالح. هنرجع للمثال بتاع This is a good girl، تمام، الحمد لله، بارك الله فيك. نرجع للمثال، يبقى أنا ممكن أأكد على this أو على is أو على إيه أو على good، تمام. لما جملة وهي normal بتأكد على البنت بس، تمام، وهي normal معناها إيه؟ إن البنت طيبة وخلاص. لكن لما نقول، أما المفتش يقول this، يبقى هذه الفتاة على وجه التحديد وليس أي فتاة أخرى. طيب، وجايز إن أنا أأكد على الفعل this is a good girl. فلو كان التأكيد على الفعل، على verb to be، this is a good girl، معناها إيه؟ معناها perhaps my idea before was different، لعل فكرتي عن البنت قبل كده كانت مختلفة. Now I am sure the girl is good، دلوقتي أنا متأكد أنها بنت كويسة، تمام. فيبقى أنا أقدر في هذه الحالة أن أنا أقول إنها حقا فتاة على خلق، يعني أنا لما أقول إنها حقا فتاة على خلق، يبقى أنا بأكد على الفعل verb to be، وده معناه إيه؟ معناه إن أنا فكرتي في الأول كانت مختلفة. فبالتالي لما يدخل المفتش ويقول this على فتاة بعينها، بيقول إن هي أنت كويسة، يحصل إيه بقى الرد عليه؟ يحصل في رقم 4 إنه the principal، يعني النظرة، بترد عليه angrily بغضب، بتقول له this is a good girl. يعني لو أنت بتقرأ العبارة لازم تأكد على إيه؟ this is a good girl، أنا بنات المدرسة عندي كلهم كويسين، دي one good girl، بنت كويسة among other good girls، من بين بنات تانية كويسة، يعني هي مجرد فتاة واحدة من الفتيات التي على خلق، وكلهن هنا على خلق، تمام. ولو قلت أكد على good، this is a good girl، يبقى أنت بتأكد على الصفة good، يبقى معنى not the. إحنا بنترجم اللي قدامنا كما قيل لنا. لو شعرنا إن إحنا اللي إحنا بنترجمه ده حاجة هتكون فيها معنى مش صحيح لأي سبب من الأسباب، بعدها بنحط كلمة sick باللغة الإنجليزية. لو كنا بنترجم إلى اللغة الإنجليزية، sick معناها as is، معناها كما هو أو كما ورد، معناها mistake is not mine، الخطأ ليس خطأي. المترجم بيحاول إن هو يصل إلى تساوي الحجية بين النصين، فعشان يصل إلى تساوي الحجية بين النصين، تمام، لازم يحط كما هو. نفترض إن أنا كنت موجود النهاردة في الجامعة، أو يعني لأي سبب من الأسباب، وهناك صديق قابلني وقال لي والله يعني ده أنا سعيد الحظ، أنا معي شهادة ميلاد ابني، عايز أقدمها للسفارة الأمريكية، وطلبوا مني ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وأنت يا أستاذ عبد العزيز ترجمتك معينة، ممكن تترجمها لي؟ فأخذت الشهادة عشان أترجمها له. لما أنا بترجم الشهادة، تمام، لقيت إنه مكتوب فيها إن الولد ابنه تاريخ الميلاد هو 29 أبريل 2019، مكتوب فيها 29 أبريل. قال لي ده معقول؟ بقول له ده مكتوب 29 أبريل. قال لي لا لا لا، اكتبها 19، ده هو مولود النهاردة، ده 29 ده لسه ما جاش.
هل انا اقدر اغير تاريخ الميلاد اللي مكتوب في الوثيقه ترجمه؟ لا ما اقدرش، فانا هترجمها 29، هترجمها زي ما هي 29، ولكن بعد ما اكتب 29 ابريل 2019 هكتب وراها على طول سيك، SIC. معناها ايه؟ معناها انا كمترجم لقد انتبهت الى الخطأ ولكنه ليس خطأي، فبقول as is يعني معنى mistake is not mine. هذا الكلام سواء ان انا بترجم انجليزية فهقول سيك، او بترجم من اللغة العربية بترجم الى اللغة العربية فهقول بالعربي كما هو او كما ورد، الخطأ ليس بخطأي. اوكي، خلي بالنا من الكلام ده. ليه بقى؟ لان المترجم when المترجمين المحترفين when they translate they rely on المترجمين المحترفين بيعتمدوا على ايه؟ على the language relationships، على العلاقات اللغوية that will lead to meaning relationships التي بشأنها ان تؤدي الى علاقات في المعنى. تمام. بعد كده عندنا نقطة مهمة جدا جدا، وارجو ان احنا نخلي بالنا من 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 أهمية هذه النقطة. تمام. ودي ايه بقى الأهمية بتاعتها؟ تمام. ده انا دلوقتي وصلت في الملزمة العادية صفحة 29 اللي هي فيها مستويات تحليل الجملة. نخلي بالنا ان لغة القانون لغة بيكتبها خبير ليخاطب بها خبير. يعني ايه؟ يعني احنا لما نكون بنعمل دراسة، تمام، لأي نوع من أنواع الكتابة، لأي نوع من أنواع الكتابة، خلي بالنا من هذا الكلام. أنا ممكن أجيب لكم الصفحة عشان تقدروا حضراتكم تشوفوها. هي صفحة 25 في الملزمة، هي صفحة 25. صفحة 25 بتتكلم على levels of language analysis، مستويات تحليل اللغة. فلما بنيجي ندرس أي مستوى من المستويات التحليل لازم أول حاجة أعرفها الجنرال فيتشرز. إحنا هندرس لغة القانون والصياغة القانونية، لازم أول حاجة نعرفها الجنرال فيتشرز، السمات العامة للغة القانون، لأنها هتؤثر جدا في الشغل بتاعنا فيما بعد. تمام. السمات العامة في لغة القانون هي إيه؟ السمات العامة عندنا بعض السمات اللي لازم ما ننساهاش. هي لغة بيكتبها خبير وبيخاطب بيه خبير آخر، دي أول حاجة. لغة يكتبها خبير يخاطب بها خبير آخر. تمام. تاني حاجة إن هذه اللغة هي لغة مكتوبة غير مقروءة، لغة الغرض منها أن تحلل وتدقق في صمت، بيقرأها الخبير القانوني ويحللها في صمت. من كمان من 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 صفاتها إنها لغة في جملها جمل طويلة. ليه؟ لأنه دائما الصائغ لا ينهي الجملة حتى يقول كل ما أراد أن يقول في هذه الفكرة. يعني الفكرة دائما الواحدة في لغة القانون لازم تكون في جملة واحدة حتى إن كانت الجملة فقرة بالكامل. لو خدت فقرة بالكامل فهي برضو لازم يستمر فيها، لأنه هو لما بيجي يعبر في لغة القانون بيعبر من خلال إيه؟ من خلال مواد أو من خلال بنود، من خلال مواد أو من خلال بنود. فالمادة الواحدة طالما أنه عاملها مادة واحدة يبقى لابد أن المادة تحتوي على كل الفكرة اللي هو عايز يقولها، أو الشرط اللي يحتوي على كل ما عايز يقوله في هذا الشرط. ولو هو شايف أن المادة محتاجة أنها يندرج تحتها عدد من الأشياء يبقى عنده عدد من البنود، بدل ما يكونوا 4-5 اليوم 10 بنود، بس كل بند يستقل فكرة وحده، كل بند يستقر الفكرة واحده. ما ينفعش ان البند يبقى فيه فكرتين اللي يجبرك على انك تعمله فكرتين. تمام. ما انت تقدر بدل ما يكون بند خليه بندين، بدل 5 خليهم 10. تمام. يبقى دي من سمات لغة القانون. تمام. فاحنا دي اول حاجة بنبص عليها في الجنرال فيتشرز. نمرة 2 لاي اوت اللي هو الشكل. لغة القانون بتهتم جدا من الشكلية بانها تنظمها بصورة تعرض التسلسل المنطقي للموضوع، تعرض التسلسل المنطقي للموضوع. تمام. ده الشكل العام بتاع الايه؟ الوثيقه، سواء انها كانت قانون في ماده معينه او كانت عقد من العقود في شروط معينه. نمره 3 ذا فونولوجيكال ليفل اللي هو المستوى الصوتي. لغه القانون لغه مكتوبه لا تهتم بالمستوى الصوتي، هي مش لغه، مش الغرض منها التواصل
الغرض منها التواصل كتابة مش التواصل شفاهة، تمام؟ فده مهم قوي، ولذلك نادر في لغة القانون ان يكون في حاجة يؤثر عليها القراءة، ها، الا لو كان بياخد كوتيشن، يعني بيستشهد بكلام. وفي هذه الحالة زي ما اخذناها من شوية، ان اراد ان يؤكد على كلمة معينة او على نطق معين للكلمة، فعليه ان يكتب الكلمة بطريقة تختلف عن بقية الجملة. لو كنت بكتب باللغة العربية وبكتب بالعامية، في كلمة معينة عايز أكد عليها أكتبها بالفصحى أو العكس، أو إن أنا أكد عليها بإن أنا أخليها بولد، أخليها بالأسود التقيل، تمام؟ أو إن أنا أخليها حجما الفونت بتاعها أكبر من بقية الكلام. فأي كلمة مكتوبة بخلاف بقية الكلام معناها إنها تحمل تأكيدا معينا، تمام؟ رابعا، جرافيتكس اند جرافولوجي. جرافيتكس اند جرافولوجي معناها ببساطه شديده علامات الترقيم بمعناها الواسع. علامات الترقيم بمعناها الواسع ليه؟ لانه لغه القانون النهارده كمبيوتر، فالكمبيوتر بيساعدني بشكل كبير قوي في ان انا اجيب ايتاليكس خط مايل، واجيب فونتات كتيره قوي، وانظم الصفحه بطرق جميله وكثيره، تمام؟ فهي بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك انه في اللغه العربيه، تمام، وكذلك في اللغه الانجليزيه، لا يجب على الاطلاق ان تكون علامات الترقيم في لغه القانون. ارجو ان انتبه لكلامي، في لغه القانون الصياغه القانونيه على وجه التحديد، لا يجب ان تكون علامات الترقيم مؤثره على معنى الجمله، لا يجب ان تؤثر علامة الترقيم على فهم معنى الجملة. يعني إيه؟ لا، علامة الترقيم تزيد الوضوح الموجودة فيه الجملة إيضاحا، تخليه مزيد من الوضوح، تزيد من فهم التسلسل المنطقي للأفكار، لكن لا تؤثر في فهم المعنى. ممنوع إن الفصلة أو الفصلة المنقوطة أو أي حاجة أو كده تؤثر في لغة القانون على الفهم، تؤثر على الفهم، ممنوع. وحدي لحضراتكم مثال على هذا، حدي لحضراتكم مثال على هذا. بعد كده عندنا لكسيس نمرة 5، اللي هو مستوى المفردات اللغوية، الفوكابلري اند ترمينولوجي. ففي الصياغة القانونية هيبقى عندنا فوكابلري، هيبقى عندنا كلمات عادية مستخدمة بمعناها العادي، وهيبقى عندنا نوعين من أنواع المصطلحات، نوعين من أنواع المصطلحات. النوع الأول هو النوع الأساسي، وهو المصطلحات القانونية. احنا نتعامل مع نص قانوني، فالأساس فيه المصطلحات القانونية. النوع الثاني هو السبجكت ماتر، موضوع القانون نفسه له مصطلحاته. لو احنا بنعمل قانون عن التربية والتعليم، يبقى أنا عندي في هذا القانون عن التربية والتعليم عندي مصطلحات قانونية ثابتة، وعندي مصطلحات تخص التربية والتعليم، وعندي مصطلحات تخص التربية والتعليم. معنى ذلك وأنا بترجم هذا القانون هحتاج لنوعين من القواميس، نوعين من المعاجم. هحتاج لمعجم قانوني، ده بالطبع لأن أنا بتعامل مع نص قانوني، ثم لابد من استخدام معجم مصطلحات التربية، لابد من استخدام معجم مصطلحات التربية. بعد كده نمرة 6 عندنا سينتاكس، اللي هو تركيب الجملة. هنجد أن تركيب الجملة القانونية هنتكلم فيها، هنجد أنها لها تركيب خاص. هذا التركيب الخاص هو غير مألوف، حتى أنه يوصف بأنه غير معتادة. توصف لغة القانون في تركيبها بأنها ذات تراكيب غير معتادة في اللغة العامة، تمام؟ وهذه بتمتاز بها لغة القانون، لأنها لغة دقة وتجنب لبس. ولغة القانون فيها اتنين أو بندين ممنوعين تماما، بيأثروا على سلاستها وبيخلوها لغة غير معتادة. نمرة 1 أنها غير مقبول فيها استخدام المجاز على الإطلاق، ممنوع استخدام المجاز. ونمرة 2 أنه ممنوع الحذف، ممنوع الحذف. قل ما أردت أن تقوله، اللي أنت عايز تقوله قوله، تمام؟ ما تقوليش على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له. لو قلت لي على رئيس الجمهورية، طب ليه ما تقول لي يعين رئيس الجمهورية نائبا له؟ ليه على؟ ليه على؟ طب ما هو على دي أي فعل هيجي في الأول
وياخد حرف الجر على ماشي. احنا خلي بالنا انه لما بيبقى في قضيه، ها، اخطر ما في القضيه بيكون ايه؟ الصغرات، ان يبقى في صغره. الصغره دي ممكن تكون صغره قانونيه او صغره لغويه، تمام. طب انت ليه تقول لي لرئيس الجمهوريه، ها، ان يعين نائبا له بالله كده بس؟ طب ما اي حاجه قبل اللام دي تمشي معاها، ممكن يحق لرئيس الجمهوريه، يجوز لرئيس الجمهوريه. انت يعني انت عايز تديله الحق أو 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 عدم المساءلة إن فعل؟ ها؟ طب ما خلي بالك إنه لو أنت قلت كده، فمن حق من له حق في شيء فمن حقه أن يرفضه. من له حق في شيء فمن حقه أن يرفضه، تمام؟ يبقى أنت لم تلزم رئيس الجمهورية بشيء. لكن لو قلت يعين رئيس الجمهورية نائبا له، يبقى أنت استخدمت صيغة الفعل المضارع التي اتفق رجال القانون العرب على أنها الصيغة المعبرة عن الإلزام. يعين، يعين معناها أنه ملزم بالتعيين، تمام؟ أخيرا في حاجة اسمها the semantic level، مستوى الدلالة أو مستوى المعنى. مستوى الدلالة أو المعنى اللي هو بدأنا به الكلام في الكورس ده، لما قلنا أن في حاجة اسمها canons of construction، قواعد ما يحمل عليه الكلام. وفي تلخيصنا لهذه القواعد قلنا ان يهمنا في القواعد دي كلها اولها واخرها. اولها هو ان الصياغه الرديئه مسؤوليه من قام بها. الصياغه الرديئه مسؤوليه من قام بها. لو المحكمه هتحكم في صالح الطرف الاخر الذي لم يقم بالصياغه، اللي ما عملش الصياغه، الصياغه الرديئه مسؤوليه من قام بها. المحكمه بتحط في بالها انه الصائغ لما بيكتب هو مش بيتوخى الدقة الشديدة لكي يستطيع من يقرأ النص بنية حسنة أن يفهم مراده. المحكمة بتبص على أنه من يكتب الصياغة يتوخى الدقة الشديدة كي يغلق الباب في سوء الفهم أو على سوء الفهم أمام كل من يقرأ النص أو من يحاول أن يقرأ النص بنية سيئة. ده الأساس، انه اي شخص بيحاول يقرا النص بنيه سيئه لابد ان نغلق عليه باب سوء الفهم. خلي بالنا من هذه المساله، تمام. دي بعض اخر قاعده بقى، تمام، في هذه في انه هي ايه، هي انه لو اختلف خبيران، النص القانوني بيكتبه خبير لخبير، فلو اختلف بينهما عالم اللغه، يفصل بينهما عالم اللغه، تمام. القاعده الذهبيه هي ان اللغه هي تكون الفيصل، فلو اختلف خبيران وقالوا مش عارفين ايه هو اللي متروك، ها، هو استبدل الفائز الدراجة بالسيارة، معقولة يعني ان هو يسيب العربية المرسيدس ويروح ياخد عجلة؟ اللي هيفصل بينهم عالم لغة. عالم اللغة هيقول لهم ايه؟ هيقول الباء تدخل على المتروك، الباء تدخل على المتروك. يبقى استبدل الفائز الدراجة بالسيارة، اي ان الفائز قال انا مش عايز السياره وخد الدراجه. ما لناش دعوه، هو ما قاله النص. انا ناقل النص، انا ناقل النص، ما بترجمش النص، انا بترجم اللي انا فهمته من العلاقات اللغويه اللي هي بتوصل الى الايه، بتوصل الى المعنى، تمام. ارجو ان يكون الكلام واضح، ارجو ان يكون الكلام واضح. نعود ها تاني للدرس بتاعنا اللي احنا كنا شغالين فيه. عندنا وصلنا إلى أهي إن لغة القانون، ها، اللي هي صفحة 25، لغة القانون يكتبها خبير لخبير، ها، والعقد مثلا له نموذج ثابت في الشكل، خدت بالك، ولا وفي عندنا لا ينطبق كلام على لغة القانون مستوى الصوتي، تمام، ولا أساس لاستخدام علامات الترقيم وتجنبها أفضل. ناخد مثال، لما يجي واحد يقول لي إيه، لو في نص لو قال لي وأنا معلم عليها غلط أهي، أهو the girl say the boy is nice. الجملة دي جملة غير قانونية وغير لغوية، جملة غير قانونية وغير لغوية. ليه هي غير قانونية وغير غير لغوية؟ دي مش صياغة قانونية. الصياغة القانونية ما تسيبش جملة كده عايمة، ما نش عارف مين بيقول على مين انه نايس. وخاصة أن اللغة العربية عندنا فيها تذكير وتأنيث، فهنا the girl دي البنت،
وبعدين سيز، سيز ممكن تكون تقول أو يقول، ممكن سيز تعود على البنت وممكن سيز تعود على الولد. وبعدين مين بقى اللي بيكون ولا تكون؟ نايس، لطيف ولا لطيفة. هذه الجملة لو اتحطت في نص قانوني هتبقى صياغة رديئة، لأنها الصياغة الرديئة هي الصياغة التي تحتمل مش معنى واحد، معنيين أو أكثر، بس الأساس معنيين، فتبقى دي صياغة رديئة. في اللغة العادية بيعتمد على أنه يحط علامات ترقيم، وده مرفوض في اللغة القانونية، أنه هو يقول إيه؟ The girl says the boy is nice. حط كلمة says the boy ها كجملة اعتراضية ما بين علامتين تنصيص. The girl البنت says the boy يعني الولد اللي بيقول is nice البنت لطيفة، يبقى الولد يقول إن الفتاة لطيفة. وممكن تدي معنى عكسي بعلامات الترقيم، لو قلنا the girl says وحطينا الفصلة بعد says the boy is nice، يبقى الفتاة تقول إن الولد لطيف، إن الولد هو اللي لطيف. واخدين بالنا؟ يبقى في فرق ما بين دي وبين فرق ما بين دي. يبقى في اللغة العادية هيعتمد على صحة الكلام بعلامات الترقيم، هذا أمر مرفوض في لغة القانون. في اللغة القانون يجب، وأرجو أن احنا نتذكر هذه العبارة، لا علامات الترقيم اللي هي الفصلة والفصلة المنقوطة والشرطة والكلام ده تؤثر على فهم معنى الكلام، لكن لغة القانون العربية تراعي كل قواعد اللغة العربية أو قواعد صحة اللغة العربية. تمام؟ فإحنا ونعرف بقى بعد كده أن احنا عندنا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، عندنا تركيب خاص ممكن يكسر بعض القواعد في كثير من الأحيان، عندنا قواعد للتفسير الخاص أو لما يحمل عليه الكلام. هنروح بعد كده على الفايل الجديد بتاع النهاردة. تمام؟ هو الخامس، نشوفه سوا الدرس بتاع النهاردة. تمام؟ احنا دلوقتي في صفحة 31 و32 و33 من الكلام. تمام؟ بنقول ايه؟ in a nutshell، in a nutshell يعني باختصار شديد، in a nutshell we can never rely on back translation، ما نقدرش نعتمد على الباك ترانسليشن. الباك ترانسليشن اللي هي نرجع الترجمة مرة أخرى للنص الأصلي. خلي بالنا بعد صفحة 25 اللي هيوصلنا لصفحة 31، اللي هيوصلنا لصفحة 31 هو إيه؟ أو نشوفها مع بعضينا عشان تبقوا متابعيني. نرجع للكتاب بتاعنا، 25 خلصناها، نرجع ل 26. في 26 بيكلمني على the incorrect transfer strategy، يعني استراتيجية النقل غير الصحيحة. بيقول لك ما ينفعش أبدا تتحرك من النص المنقول منه مباشرة إلى النص المنقول إليه. ما ينفعش إن أنا أنتقل من النص العربي للنص الإنجليزي مرة واحدة، ما ينفعش. لو تحركت من النص العربي للنص الإنجليزي مرة واحدة will definitely lead to، ده بكل تأكيد هيؤدي بيك إلى a language error، لإما خطأ في اللغة or a translation error أو خطأ في الترجمة. ما ينفعش إن حد بيقول أو يقول لك رياضة يعني إيه، تروح تقول له sports بالإنجليزي، كان لازم تفهم الأول هو يقصد إيه بالرياضة. يمكن ما يقصدش بالرياضة ها الألعاب الرياضية، بيقصد بالرياضة الحساب والأمور اللي زي دي، يبقى قصده على mathematics. تمام؟ فبيقول لك خلي بالك إنه ما تتحركش من اللغة المنقول منها مرة واحدة إلى اللغة المنقول إليها على طول، يعني من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية مرة واحدة، ما تعملش كده هو. تمام؟ ده اللي هو أول حاجة هنا. وبعدين بيقول لي عنوان تاني الصفحة اللي بعديها 27، بيقول لي being accidentally correct، كونك على حق أو صواب بالصدفة. بالصدفة بيقول لك بقى تذكر، remember even if this transfer strategy، بيقول لك حتى لو استراتيجية النقل هذه اللي هي من اللغة المنقول منها إلى اللغة المنقول إليها مرة واحدة، بيقول لك حتى لو هذه الاستراتيجية leads بتؤدي بك in a certain case في حالة معينة or example أو في مثال معين to a correct or acceptable translation إلى ترجمة صحيحة أو مقبولة،
حتى لو حصل معاك انك اتحركت من العربيه الى الانجليزيه او من الانجليزيه العربيه، رياضه يعني ايه؟ انت قلت لي سبورتس وهي كانت فعلا سبورتس، او قلت لي ماثيماتكس وهي كانت فعلا ماثيماتكس. فحتى لو ده حصل معاك، ذا ريندرنج الاداء ده بتاعك will be considered، سنعتبره سينظر اليه على انه accidentally correct، على انه صواب بالصدفه، على انه صحيح بمحض الصدفه، accidentally correct يعني صحيح بالصدفه، and consequently وعلى ذلك methodologically unreliable، لا يمكن الاعتماد عليه منهجيا. يعني ايه الكلام ده؟ انا بسال واحد بقول له 7 في 7 بكام؟ قال لي 49. تمام، بقول طب و6 في 7 بكام؟ 43. الله، طب و5 في 7 بكام؟ ب 37. يبقى اذا اما قلت له 7 في 7 بكام وقال لي 49، قالها لي بالصدفه، قالها لي هو مش حافظ جدول الضرب او مش حافظ جدول 7، لانه لو كان حافظه كان زي ما قلت له 7 في 7 بكام كان يعرف 6 في 7 و5 في 7. لكن كون ان هو يقول اقول له 7 في 7 بكام يقول لي 49، وبعدين اقول له 6 في 7 بكام ما يعرفش و5 في 7 بكام ما يعرفش، يبقى اذا هو الاجابه بتاعته لم تكن اجابه منهجيه. يبقى احنا هنا بنركز بكل تاكيد على المنهجيه. تمام، بعد كده بنتكلم على طب وايه هي بقى ذا كوركت ترانسفير استراتيجي، الاستراتيجيه، استراتيجيه النقل ايه هي؟ قال لي ان الاستراتيجيه بتاعت النقل الصحيح دي هي ايه؟ هي a natural life process، هي عمليه حياه طبيعيه، عمليه حياه طبيعيه. يعني ايه؟ اس ال 1 النص اللي بيبقى قدامك، ايه هو النص اللي قدامك اللي امامك، النص المنقول منه؟ قال لك that's to say ده النص text requested اللي هو المطلوب to be translated، النص اللي قدامك هو النص اللي مطلوب منك انك انت تترجمه. ماله النص اللي قدامك ده؟ قال لك should be translated، لازم نترجمه in terms of انا كنت كاتبها في الكلام اللي فات، in terms of يعني on the basis of. بصوا ازاي انا هفهم in terms of، هفهمها باللغه الانجليزيه، in terms of معناها on the basis of. اذا in terms of كده معناها ايه بالعربي؟ انا بقول in terms of بالانجليزي، لو فهمتها بالانجليزي، لما افهم الانجليزي بالانجليزي in terms of ها معناها on the basis of. اذا بالعربي تبقى ايه؟ تبقى على اساس، تبقى من حيث. تمام، يبقى اذا النص الاولاني اللي قدامي ها المطلوب ان انا اترجمه لازم افهمه على اساس ايه بقى؟ على اساس حاجه هنقول عليها SL2، يعني العربي يتفهم بالعربي، الانجليزي يتفهم بالانجليزي، العربي الاولاني هيتفهم بعربي تاني، يبقى واحد عربي واحد يتفهم بعربي اتنين، انجليزي واحد يتفهم بانجليزي اتنين. ايه يعني ايه بقى؟ يعني ده another recast، يعني ده اعاده اخرى of parts لاجزاء or whole او للكل، meant المقصود بيها to make sure ان احنا بنتاكد the linguistic relations ان العلاقات اللغويه are accurately understood يعني قد فهمت بكل دقة. قد فهمت بكل دقة ده بقى ازاي؟ in terms of على اساس، rethinking the idea هنعيد التفكير في الفكرة، in terms of على اساس the target language على اساس اللغة المنقول اليها. يبقى احنا نتحرك ازاي؟ بنتحرك بنفهم العربي بالعربي ثم نعيد التفكير فيه على اساس اللغة الانجليزية، او بنفهم الانجليزي بالانجليزي ثم نعيد التفكير فيه على اساس اللغه العربيه. دي الاستراتيجيه الصحيحه في النقل او في الحركه لما بنعملها. بعد كده بيقول لي بقى، طيب بيقول لي خلي بالك بقى لما تيجي تفهم understanding source language 2، لما تيجي تفهم اللغه المنقول منها، يعني ايه رقم 2؟ يعني لما تيجي تفهم العربي بالعربي او لما تفهم الانجليزي بالانجليزي، تخلي بالك ان العربي الثاني او الانجليزي الثاني SL2 ده بنقول SL2 should be، لازم تعمله وانت لازم تفهم العربي بالعربي او الانجليزي بالانجليزي on two levels of language analysis، على مستويين من مستويات التحليل اللغوي، على المستوى الكلمه، على مستوى المفردات اللغويه lexical، او على مستوى تركيب الجمله syntax. انا في العربي على اساس كلمات والتركيب،
بفهم الانجليزي بالانجليزي على اساس الكلمات والتركيب، تمام. واند وكمان اس ال 2 العربي بالعربي او الانجليزي بالانجليزي should be done، لازم انا اعمله for two purposes، اعمله لغرضين، تمام. ايه هما الغرضين؟ ليه بنعمل، ليه بنفهم العربي بالعربي والانجليزي بالانجليزي؟ قال لي انت بتفهم العربي بالعربي والانجليزي بالانجليزي، نمره واحد to understand، عشان تفهم، عشان تفهم قبل كيف افهم ان افهم understand. بس احنا فهمنا to understand ايه؟ بنفهم الكلمات والعلاقات اللغويه التي من شانها ان تؤدي الى علاقات في المعنى. والغرض الثاني ان انا to facilitate translation، ان انا اسهل عمليه الترجمه. هنسهل عمليه الترجمه ازاي؟ طبعا ما ينفعش ان انا مثلا، لا يجوز، ها، ان دي قاعده مهمه، ان نفسر الماء بعد الجهد بالماء. ما اقولكش الماء يعني ايه، تقول لي الماء يعني الماء، تمام. ما اقولكش يجوز معناها ايه، تقول لي يجوز معناها جواز الشيء. يعني ايه بقى؟ او بسالك يجوز يعني ايه، تقول لي الجواز، جواز الشيء؟ لا، بقول لك يجوز يعني ايه، تقول لي يعني الامر مسموح به، في سماح. يجوز لفلان ان يفعل كذا يعني مسموح لفلان ان يفعل كذا، يعني لن يسال فلان، ها، ان فعل كذا، لا، لن يتعرض للمساءله ان فعل كذا. ادم يجوز له، يعني يجوز للمدير ان يعطي مكافاه. يبقى المدير لو اعطى مكافاه مش هيحاسب على كده، ادم قلنا يجوز للمدير ان يعطي مكافاه، تمام. يبقى هنا ما ينفعش ان انا افهم الحاجه بنفسها، لا، لازم افهمها بما يفسرها، تمام. نروح على اللي بعدها، precluding translation errors، منع اخطاء الترجمه. نمنع اخطاء الترجمه ازاي؟ قال لي عشان نمنع اخطاء الترجمه لازم نخلي بقى precluding preventing، معناها preventing. وانا عايز اديكم نصيحه يا جماعه، لما كل كلمه جديده تبان لنا دلوقتي علشان نحفظها نعمل ايه؟ نبدا نستخدمها. يعني ايه نبدا نستخدمها؟ يعني بقدر الامكان نحصرها في كلامنا وفي استخداماتنا، تمام، علشان تنتقل الى 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 مساحه الوعي في الذاكره. فكلمه بريكلود معناها بريفنت مثلا. فكل لما احب اقول دلوقتي كلمه بريفنت في اللغه الانجليزيه، بدل ما تقول بريفنت تقول بريكلود، عشان دي تبقى جزء من ايه، من 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 الفوكابولري الاكتيف بتاعتك، الفوكابولري المستخدمه فعلا عندك. بيقول لي ايه بقى؟ منع اخطاء الترجمه، ايرورز يعني ميستيكس، ترانسليشن ايرورز، اخطاء الترجمه كان بي بريكلودد باي، ممكن نمنعها عن طريق ايه بقى؟ ثلاث حاجات. واحد، ايدنتيفاينج ذا بروبلم ايرياز، ايدنتيفاينج يعني التعرف على مناطق المشكلات. المناطق اللي بتشكل مشكلات لازم نحددها الاول في الدراسه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي ان شاء الله. نمره 2، بين بوينتينج ذا لينجويستيك اند نون لينجويستيك ديفيكولتيز. نمره 2، نحدد على تحديدا دقيقا، بين بوينت يعني يحدد تحديدا دقيقا، ايدنتيفاينج يعني يتعرف على، بين بوينتينج يعني يحدد تحديدا دقيقا ذا لينجويستيك اند نون لينجويستيك ديفيكولتيز، الصعوبات اللغويه والصعوبات غير اللغويه. في عندنا صعوبات لغويه وفي صعوبات غير لغويه، صعوبات بتتصل بالثقافه. ولما نترجم من الانجليزيه الى العربيه هنجد انه المشكله الاساسيه من الانجليزيه العربيه مشكله نون لينجويستيك، غير لغويه، مشكله ان احنا نفهم الثقافه بتاعتهم. نمره 3، اخر حاجه، developing adequate transfer techniques، ان احنا ننمي عندنا، نضع، ها، تقنيات نقل ملائمة. يعني نعرف لما يكون كذا نعمل كذا، من كذا نعمل كذا. زي ايه؟ زي ان احنا ما قلنا لما يجي فيرب تو بي هو الفعل الاساسي في الجملة، تمام، فيرب تو بي الفعل الاساسي في الجملة، ويكون فيرب تو بي مستخدم في زمن البريزنت سيمبل، بنترجم الجملة الى جملة اسمية، ثم بعد ذلك الجملة الاسمية هيبقى فيها مبتدأ وخبر طبعا، تمام، بس قد يقدم الخبر وقد يؤخر المبتدأ، تمام. نروح على اللي بعدها، the need for a clear methodology، الحاجة إلى منهجية واضحة. قال لي therefore، ولهذا، we need to have a clear methodology for، نحتاج إلى 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 إلى, إلى منهجية واضحة لكي يبقى، واحد، building up، عشان نبني a hierarchy، تسلسل of translation difficulties، عشان نبني
بخلال درجة يعني من يعني سنة سنة نطلع بيها، ها الصعوبات بتاعة الترجمة. عايزين نتعرف على صعوبات الترجمة بس ايه، سنة سنة درجة درجة، تمام، تسلسل كده. اتنين، creating an attitude، ان احنا نوجد لدينا موقف that is systematically ready، في اصبحنا مستعدين بشكل او بطريقة منتظمة، بطريقة علمية منظمة، مستعدين لإيه بقى؟ نقدر نعمل إيه؟ for error detection، أول حاجة محتاجين نتتبع الخطأ، يعني نعرف موطن الخطأ and error analysis، وبعدين نحلل الخطأ. عرفنا الأول، تتبعنا الخطأ، قدرنا نعرف الغلط من الصواب، أدي واحد. في عرفنا اتنين، error analysis، نحلل الغلط، الخطأ ده جه إزاي؟ before correction، قبل ما نصححه. لازم قبل ما نصلح أي غلطة نكون عرفنا internalizing translation criticism، ها ان احنا ندخل في انفسنا ونعي ونؤسس، ها عمليه نقد الترجمه، يعني نشوف الترجمه، نحكم كيف نحكم على الترجمه وصحه الترجمه. تمام، نروح اللي بعديها، translation measurability، قياس الترجمه. يعني هنقيس الترجمه ازاي؟ نعرف ان الترجمه صح ولا غلط ازاي؟ قال لي حاجه سهله قوي، SL1 SL2 equals TL1 TL2. يعني ايه SL1 وSL2؟ زي ما قلنا من شويه، يعني لو كان العربي بالعربي هيساوي الانجليزي بالانجليزي يبقى الترجمه صح. يعني ايه؟ يعني لو كان العربي طبقا لقواعد واصول اللغه العربيه بيساوي ما يفهم عن الانجليزيه طبقا لقواعد واصول اللغه الانجليزيه. That is to say أي the thought of thoughts، حط حرف الإس between brackets كده، معناها أقراها the thought or thoughts، هقراها كده the thought or thoughts. تمام، يعني إن الفكرة أو الأفكار expressed، المعبر عنها in the source language text، في النص بتاع اللغة المنقول منها، as understood، كما هو مفهوم on the basis of the long source language text، لما يكون مفهوم on the basis of، يعني على أساس the language، تمام، على أساس اللغة اللي بتحكم source language text. لو كان الأفكار اللي موجودة في النص المنقول منه على أساس قواعد اللغة اللي بتحكم هذا النص should be equal، كانت مساوية to the thought or thoughts، للأفكار أو الفكرة expressed by the target language، اللي هي معبر عنها في اللغة المنقول إليها، text نص اللغة المنقول إليها، as understood on the basis of the language governing the target language text، كما هي مفهومة على أساس اللغة اللي تحكم اللغة النص اللغوي بتاع اللغة المنقول إليها. يعني لازم العربي طبقا لقواعد اللغة العربية يوازي الإنجليزي طبقا لقواعد اللغة الإنجليزية. العربي ما يتفهمش بالإنجليزي والإنجليزي ما يتفهمش باللغة العربية. أخيرا في الحتة دي back translation، الترجمة، إعادة الترجمة للنص الأصلي، back translation يعني ترجمة تعود للوراء، يعني رجعها للنص الأصلي. قال لي in back translation، لما ترجع ترجمة إنجليزي للعربي بتاعها أو عربي الإنجليزي بتاعه you can only make sure، مش هتقدر بس إلا إنك أنت تتأكد، ها the meaning، من المعنى in general terms، بالمعنى على نحو عام، in general terms على نحو عام. لو رجعت تاني بالترجمة تقدر تتأكد من المعنى على نحو عام is conveyed، انه تم نقله. never، ولكن ابدا مش هيحصل انك تتأكد انه in the same style، انه من نفس بنفس الاسلوب، يعني ممكن هيحصل تغيير في الاسلوب. the many factors، العوامل الكثيرة، that guarantee، اللي ممكن تضمن that the translation إذا بدون دون أبلاي، إن عوامل الكثيرة اللي ممكن تضمن إن الترجمة هي ترجمة جيدة لا تنطبق ولا تسري على هذه الحالة. ممنوع إن إحنا بعد ما نترجم نقول تعالوا نرجع النص تاني للعربي أو نرجع النص تاني للإنجليزي عشان نتأكد إن هو الترجمة صحيحة، لكن صحة الترجمة بتيجي من عملية تقييم translation. بيقولوا إيه بقى؟ a good translation، الترجمة الجيدة is the translation، هي الترجمة that will observe، اللي هتراعي
three primary rules، ثلاث قواعد أساسية، ثلاث قواعد أساسية which، وهذه القواعد though inseparable، رغم أنها قواعد لا تنفصل بعضها عن البعض، are relative، هي نسبية in actual performance، هي كلها موجودة بصورة نسبية، these are، وهي ideas، الأفكار، style والأسلوب، three original composition، والتركيب الأصلي، اللي بيحكم العملية كلها هي الأفكار والأسلوب والتركيب الأصلي، إن أنت تنقل نفس الفكرة الأسلوب. محدش يقدر يقول عليك إن ده نص مترجم أو يتتبع إن النص ده ترجمة. نفتكرها كده بأول 1 2 3 ISO، this constitutes، ده بيشكل the translator's ISO، ده مقياس الجودة اللي موجود عند المترجمين، إن أنت هتنقل لي الفكرة، لو كانت الفكرة قانونية يبقى هي نفس الفكرة القانونية بنفس الأسلوب، لو كان ده الأسلوب قانون من القوانين، عقد من العقود، دستور من الدساتير، الأسلوب وأوريجينال كومبوزيشن، ولو قرينا نقول ده الكاتب الأصلي هو اللي إيه اللي كاتب هذا الكلام، ده stylistic factor اللي هو عامل الأسلوب. قال إن attention should be paid to، لازم ننتبه قوي لما يلي، واحد how ideas are expressed، كيفية التعبير عن الأفكار، learn how to manage ideas، اتعلم ازاي تدير افكارك تنظمها، اتنين how style is made، الاسلوب اتعمل ازاي، قال لي learn the making of different styles، اتعلم طريقة صنع اساليب مختلفة and modes of expression، وصيغ تعبير مختلفة، وتلاتة اخيرا how original composition is achieved، اتعلم ان نشوف الكيفية اللي بنحقق بيها الانشاء الاصلي للكلام، قال لي learn the language well enough، اتعلم اللغة كويس قوي، to master its genius، عشان يبقى عندك سيطرة على عبقرية هذه اللغة، and be aware of، وتبقى مدرك لي its typical spirit، للروح هذه اللغة المميزة لها، تمام؟ ودي حتة مهمة قوي اللي هي حتة the genius of language، اللي هي العبقرية بتاعت اللغة، أو typical spirit، أو الروح المميزة لهذه اللغة. فبيقول لي بيقول لي خلي بالك، تمام، خلي بالك close attention، انتبه انتباها شديدا وثيقا، should be paid، ها، ان لازم توجه انتباهك as well، كذلك to the interrelatedness of all levels، الى ان كل المستويات بتاعت اللغة هي متصلة ببعضها البعض، لا تنفصل عن بعضها، and to the contextual inseparability، وعدم قابلية الفصل أي حاجة عن السياق اللي جت فيه، المعنى دايما هيرتبط بالسياق، المعنى هيرتبط بالسياق، all levels have their own semantic dimensions، كل المستويات لها البعد الدلالي بتاعها، words have a structure، الكلمات لها تركيب، وكمان الجملة لها تركيب، فزي ما الجملة لها تركيب الكلمات لها تركيب، وقد مر علينا قلنا إنه هناك ميزان الصرف في اللغة العربية، فكان لازم نفهم إنه في فرق إنه هو يقول أفهم وإنه يقول فهم على سبيل المثال، وبعدين نفهم برضو what is phonologically stressed، إن اللي إحنا بنؤكد عليه صوتيا is usually graphically and graphologically foregrounded، بنؤكد عليه في الكتابة، زي ما خدنا المثال بتاع هذه فتاة طيبة، الحاجة اللي بنؤكد عليها في النطق بنؤكد عليها في الكتابة. وبيقول لي بقى انه اخيرا، دي اخر حته هنا، هو هننتقل بعد كده للتدريبات، بيقول لي بقى ان literal translation، الترجمه الحرفيه، الناس فهمها غلط، literal translation، الترجمه الحرفيه means، بتعني two completely different things، شيئين مختلفين تماما، in the eye of the layman، بالنسبه في نظر الانسان العادي، الانسان العادي ده اللي هو the layman، يعني ايه الانسان العادي، that's to say the non professional، اللي هو غير المحترف غير المتخصص، and of the professional translator، والمترجم المحترف، الإنسان العادي to the layman، لما أقول له ترجمة حرفية literal، لما أقول له حرفي، ها، معناها is incorrect language، معناها لغة غير صحيحة، meaningless rendering، أداء معنى له، أما to the professional، المترجم المحترف، المترجم الحرفية، is being quite exact، هو أنك أنت تكون دقيق تماما، accurate، يعني في قمة الدقة، and faithful، وكذلك الأمانة،
استنى من المفهومين. ليه بقى؟ لان في مثل مشهور، في مثل مشهور ممكن يوضح لنا الحكايه دي، وان شاء الله اكون كاتبه لحضراتكم او اكتبه. المثال المشهور بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان واحد كان بيترجم عباره ها it was it was raining raining r a n i g it was raining cats and dogs it was raining cats and dogs cats c a t s and dogs dogs d o g s it was raining cats and dogs. فالمترجم ترجم ايه؟ كانت تمطر قططا وكلابا، كانت تمطر قططا وكلابا. فجم قالوا ترجمه حرفيه، ودي ترجمه حرفيه سيئه وخطا، الراجل ده ما ناخدش منه، ده دي ترجمه حرفيه. احنا بقى بنقول ايه؟ خلاص الكلام اللي انا بقوله من بدري، لا دي مش ترجمه حرفيه، دي مش ترجمه خالص. ده المترجم المزعوم اللي قالوا عليه it was raining cats and dogs، كانت تمطر قططا وكلابا، اثبت لنا انه لا يجهل اللغه الانجليزيه الاجنبيه عنه فقط، بل انه ايضا يجهل اللغه العربيه. هو لا يجهل فقط اللغه الانجليزيه، هو ايضا يجهل اللغه العربيه. ليه؟ لانه اولا لم يفهم الانجليزيه ومعنى الانجليزيه. معنى الانجليزيه لا ياتي لنا الا بالانجليزيه. It was raining cats and dogs، كيف يفهمها الرجل الانجليزي؟ It was raining cats and dogs يعني it was raining heavily. It was raining heavily. يبقى هو SL2 ان الانجليزي يتم بالانجليزي. ها؟ It was raining cats and dogs يعني it was raining heavily. يبقى هو لما يجي يترجم بالعربية يترجم SL1 ولا SL2؟ كان لازم يترجم SL2 اللي هي it was raining heavily. فيقول لي بقى ايه؟ كانت تمطر مطرا غزيرا، او كانت تمطر بغزارة. لكن مش يقول لي كانت تمطر قططا وكلابا. طب ليه؟ لانه كانت تمطر قططا وكلابا باللغه العربيه جمله صحيحه التركيب يا استاذ صالح، جمله من حيث القواعد سليمه، من حيث القواعد سليمه، لكن من حيث لا معنى لها، لا معنى لها. كانت تمطر قططا وكلابا، التركيب النحوي للجمله تركيب صحيح، ولكن الجمله لا تعطي اي معنى. فهذا دليل على أنه قد يكون لدينا، لأن دي مسألة رياضة زي ما قلت لك، دي مسألة حساب زي 7 في 7 49 زي جدول الضرب. القواعد مسألة حسابية، القواعد مسألة حسابية. عندي فعل، فعل ماضي، بارك الله فيك، عندي فعل، فعل ماضي، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، تمام. فممكن يجيب لي جملة ولكن هذه الجملة يطلع لا معنى، لا لا معنى، يبقى ما تنفعش، تمام. يبقى نخلي بالنا من هذه الايه، من هذه المساله، مساله مهمه جدا جدا جدا. نعود ها للصفحه بتاعتنا الاصليه اللي كنا شغالين عليها، تمام. احنا شفنا مع بعضينا ها صفحه 31 32 33، خلصنا هذه الصفحات، لكن هاكد على بعض الايه الحاجات، تمام. بقول in a nutshell، تمام، في يعني يعني in a nutshell معناها بلغة موجزة بإيجاز شديد، nutshell، we can never rely on back translation، ما نقدرش نعتمد على الرجوع في الترجمة، تمام. وبعض بعض الملاحظات ان في الاوريجينال كومبوزيشن التركيبة الأصلية means بتعني that the reader cannot trace the fact، الإنشاء الأصلي معناه ان القارئ لا يستطيع what he reads is only a translation، ان ما يقرأه في واقع الأمر هو مجرد ترجمة، ما يقدرش يتتبع كده، تمام. هنا بقى نرجع على الستريس اللي كنا بنتكلم عليها. فبنقول ايه؟ بليز لاحظ المعلومه هنا، عشان المعلومه هنا مهمه. There is a stress، في اللغه الانجليزيه عندنا نوعين من الستريس. There is a stress on the word level، في ستريس على مستوى الكلمه، on the word level مستوى الكلمه. And there is a stress on the phrase level، وفي ستريس على مستوى الجمله، زي ما كنا بنتكلم على هذه فتاه على خلق. الستريس اون ذا وورد ليفل، الستريس اللي على مستوى الكلمه، زي ايه؟ زي لو كان انا عندي في اللغه الانجليزيه ممكن الكلمه تبقى اسم وتبقى صفه في نفس الوقت، تمام. فانا عندي سي او ان تي اي ان تي، انا حاطط سي او ان الاولانيه بحروف كبيره
عشان نعرف ان هي عليها الاسترس، يعني اقولها ايه؟ content content. يبقى لو الكلمة دي مستخدمة كاسم بمعنى محتوى، بمعنى المحتوى، لازم انطقها ايه؟ content. انطقها ايه؟ content. تمام. وبعدين طب لو ما كانتش مستخدمة على انها اسم، وكانت مستخدمة على انها معناها راضي عن شيء معين او قانع بشيء معين، تمام، يبقى content ما تبقاش content، تبقى ايه؟ content. كده في الحالة دي تبقى بقت صفة، ما بقتش اسم. تمام. فعلى سبيل المثال، ها، اما اقول ايه؟ I want، اريد، to change، اريد ان اغير، the أداة التعريف. تمام. وحين اتفقنا انه بالجر والتنوين والندى وال، ومستدل الاسم تمييز حصل. تمام. بالجر والتنوين والندى وال، لما يجي يقول ال يبقى دخل على اسم اللي جاي، قال ما تدخلش الا على الاسماء. يبقى I want to change the content، يعني اريد ان اغير المحتوى. يبقى content معناها المحتوى، لازم انطقها ها content. ما ينفعش ان انا اقولها content، لان انا لو قريتها content يبقى انا بقول ان انا راضي. بقى اما اقول مثلا I am content، I am يعني انا، content انا راضي with this، بهذا انا قانع بذاك، انا I'm content with this. يبقى هنا في فرق ما بين استخدام الكلمة كاسم واستخدامها كفعل واستخدامها كصفة في النطق في اللغة الإنجليزية. وللأسف الشديد عندنا بعض القواعد في النطق، لكن ما عندناش، مش كل شيء محكوم في نطق اللغة الإنجليزية زي لغتنا العظيمة اللغة العربية. نرجع بقى للفريز ستريس. الفريز ستريس اللي هي الستريس، التوكيد على مستوى الجملة، غير المثال اللي احنا خدناه بتاع البنت، ان هذه الفتاة على خلق. في مثال تاني مشهور بيحبوا يدوه، بيقولوا، بيحكوا حكاية، بيقولوا كان في قاضي بيحكم في قضية، بيفصل في قضية، متهم فيه شخص يهودي بأنه سرق حصان. قضية في شخص يهودي متهم، معروض قدام القاضي بتهمة سرقة حصان. فالقاضي بيقول له، بيسأل سؤال، بس خلي بالنا بقى ان الرجل اليهودي ما بيتكلمش انجليزي، بيتكلم عبري. فكان المحكمة كان لازم تجيب مترجم عبري يترجم كلام القاضي لليهودي ويترجم كلام اليهودي للقاضي. تمام. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول ان القاضي وجه سؤاله لليهودي، قال له Did you steal a horse؟ Did you steal a horse؟ انت سرقت حصان؟ تمام. ده بيوجه الكلام لمين؟ لليهودي. فلما وجه الكلام لليهودي وقال له Did you steal a horse، المترجم interpreter يعني المترجم الفوري ترجم الجملة in Hebrew باللغة العبرية. تمام. يا راجل اليهودي رد باللغة الايه؟ جو، رد باللغة العبرية. لما المترجم ترجم الكلام اللي الراجل اليهودي قاله، المترجم قال I stole a horse. I stole a horse. I stole a horse معناها أنا سرقت الحصان. أنا سرقت الحصان. المثال اللي بيدهولنا الجماعة الإنجليز، ها، قالوا في إيه؟ قالوا بس الحقيقة، ها، إنه لما قال I stole a horse اللي حصل، the Jew الرجل اليهودي was condemned، أدين based on his confession، استنادا إلى اعترافه. The Jew اليهودي was condemned، أدين based on على أساس his confession، القاضي قاله خلاص اعترف فأدانه. لكن the Jew الرجل اليهودي was innocent، كان بريء. And it was the mistake of the interpreter، والغلط كان خطأ مين؟ كان خطأ المترجم، مش خطأ اليهودي، خطأ المترجم. طب كان خطأ المترجم ازاي؟ ان المترجم ما قالش الجملة بالطريقة اللي اليهودي قالها بيها، ما قالش الجملة بالطريقة اللي قالها بيها. The Jew اليهودي in point of fact في الحقيقة said، قال ايه؟ قال what can be translated into English as، اللي احنا نقدر نترجمه في اللغة الإنجليزية بالتالي، I stole a horse. ما قالش I stole a horse، قال I stole a horse يعني أمثلي أنا أسرق حصانا،
حصان، لا يمكن هذا الكلام. أمثلي أنا يسرق حصانا؟ ما يعني الطريق دي الطريقة اللي هو قال إيه؟ ما قالش I stole a horse. مرة تانية راجل القانون ما يقدرش يعتمد على الطريقة اللي هو بيتقال بيها الكلام، ما ينفعش يعتمد على الطريقة اللي بيتقال بيها الكلام. هنا الطريقة اللي بيتقال بيها الكلام علشان نكتبها لازم نعتمد على التقييم، فبعد اي نحط كوما وبعد ستولا هورس نحط علامة تعجب علشان اقدر اقراها ستولا هورس اي ستولا هورس عشان نقدر نقراها بكده. يبقى لابد ان احنا كنا نعمل علامات ترقيم بهذا الشكل. تمام، لغة القانون قال لي الرجل الصياغة القانونية قال لا يمكنني ابدا ان اعتمد على علامات الترقيم. امال اعمل ايه؟ قال لا، انا مش عارف، انا هركب الجمله بالطريقه اللي لا تؤدي بها الا معنى واحد، وهو المعنى اللي انا عايزه، وده اللي احنا هنبدا ان شاء الله نتمرن عليه. فارجو ان احنا نخلي بالنا من هذا. تمام، الترجمه اللي بتحصل في المحاكم ما عندناش احنا في بلادنا الحمد لله، لكن هم بره عندهم في المحاكم، يعني لان الدول زي امريكا وزي كندا وزي استراليا الدول دي مبنية على وجود جنسيات مختلفة فيها، فبالتالي مهمة قوي الحتة بتاعت الترجمة في المحاكم. النقطة بتاعت كانت تمطر قططا وكلابا، أنا كاتبها لحضراتكم اهو، an example of a bad translation، مثال على الترجمة السيئة، which is said اللي بيقولوا عليها to be a literal translation، أنها ترجمة حرفية، زي it was raining cats and dogs، كانت تمطر قططا وكلابا، وهذه الترجمة صديقة لأنها ترجمة حرفية، الحقيقة إنها لا تمت للترجمة بصلة، فمن قام بهذه الترجمة لا يفقه أي شيء عن الإنجليزية فضلا عن جهله التام باللغة العربية. بالإنجليزي it was raining cats and dogs DSL1، لازم أفهمها بSL2، يعني لازم العبارة الإنجليزية تتفهم بالإنجليزي، فهي معناها إيه؟ معناها بيساوي it was raining heavily، يبقى كانت تمطر مطرا غزيرا. إذن لابد لنا من أن نفهم المقصود بالنسبة لنا كمترجمين محترفين، نفهم إن معنى الترجمة الحرفية بالنسبة لنا إحنا، نحن نترجم العلاقات اللغوية التي من شأنها أن تؤدي إلى علاقات في معنى. تمام؟ هنا يفهم هذا المعنى المتخصص المخاطب بالكلام. الوقت قدامنا إن إحنا هندخل بقى على إن إحنا نعمل تدريبات، ها، ونتعلم من خلال التدريبات. هنتعلم من خلال التدريبات. التدريبات هي أحسن وسيلة لنا ممكن إن إحنا نفهم بيها، والتدريبات موجودة من صفحة 38 عندنا. بس قبل ما ندخل على التمرينات بنأكد، لما نيجي نقول لبنا example a compound noun، الاسم المركب. الاسم المركب في اللغة الإنجليزية مكون من اسم زائد اسم، gross اسم ومانجمنت اسم في اللغة الإنجليزية. المعنى يمشي ازاي؟ يمشي من اليمين الى اليسار، من اليمين للشمال. يبقى ما الاقي جروس مانجمنت اقولها اداره النمو. تمام، واحد هيقول لي يعني ايه اداره النمو؟ ارد عليه واقول له none of my business، مش خبير بيخاطب خبير، انا عليا ان انا انقله مانجمنت. ها، معناها ايه؟ معناها اداره النمو. لو قال لي مانجمنت جروس، مانجمنت إدارة وجروس نمو، المعنى يمشي من اليمين للشمال، تبقى نمو إدارة. طب إيه الفرق بين إدارة النمو ونمو الإدارة؟ مش شغلي، مش مسؤوليتي، اسأل الخبير، اسأل اللي قالها، ما تسألنيش أنا. تمام؟ طيب، وكمان في مثال رائع، خدت بالكم إن إحنا لو أنا بترجم من العربي لإنجليزي بقول القرآن الكريم. تمام؟ ما يجيش واحد يقول لي ذا هولي قرآن. هولي يعني مقدس. هول يعني مقدس. ولم يوصف القرآن الكريم بين دفتي المصحف ولا مرة واحدة بأنه مقدس. مش معنى ذلك أنه مش مقدس، هو عندنا مقدس ومقدس ومقدس، لكن لم يوصف ولو مرة واحدة بأنه مقدس. ولا يستطيع أحد أن يغير مش كلمة، حرف من حروف القرآن الكريم. محدش يجرؤ على تغيير حرف واحد من حروف القرآن الكريم. علينا أن نترجم القرآن كما هو. تمام، وما تقوليش مش عايز اسمع من حد يقول لي القرآن لا يترجم. ما هو لو ما ترجموش عبد العزيز هيترجمه حد تاني، لو عبد العزيز ما ترجموش في حد تاني هيترجمه، فاحلى احسن نخلي عبد العزيز يترجمه.
تمام، نحط القواعد ونحط الأصول ويترجم بناء عليها. تمام، فما يجي يقول لي القرآن الكريم، يبقى أنا هحتاج إن أنا أعمل نقي الكلمات الصحيحة. فهنا we need، إحنا بنحتاج a formal word، محتاجين الكلمة رسمية. يعني إيه كلمة رسمية formal؟ يعني كلمة فصيحة in English، في اللغة الإنجليزية، which means معناها generous. ما ينفعش أقول generous، ما ينفعش أقول generous، لأن generous غير فصيحة. تمام، فلا بد إن أنا أختار الكلمة الإيه الصحيحة، ولا بد إن الكلمة الصحيحة هنا تكون كلمة فصيحة. فأقول the munificent Quran، munificent تمام هي معناها generous، معناها كريم، معناها معطاء. تمام، فهي الترجمة الصحيحة للقرآن الكريم. مش هقدر أغير قرآن في ترجمتها النهاردة لأنها أصبحت اسم علم، عشان لا يتفهم إن أنا بتكلم على حاجة تانية. لكن هولي ما تنفعش، عشان هولي معناها sacred، ودي معناها مقدس، ولم يوصف أبدا القرآن ولو مرة واحدة بهذا الوصف. وعندنا وعلى سبيل المثال مثلا لم ترد كلمة العظيم إلا مرة واحدة في وصف القرآن في الآية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني أرجو تصحيح العربي، معلش أنا آسف، مش بي دي اف فاين مش عارف أصلحها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تمام، يبقى القرآن العظيم لما ترجم القرآن العظيم أقول هولي برضو، هقول ذا جريت قرآن، هقول ذا جريت قرآن. فإحنا لازم نخلي بالنا من الألفاظ اللي احنا بنترجمها. تمام، طيب قبل ما ندخل في التمرين، تعالوا نأكد على بعض الحاجات، علشان انا في التمرين بقى لما هنيجي نشتغل انا عايزكم كلكم تشتركوا. يا ريت كمان ان احنا واحنا في البيت ندي بس بعض الوقت لمسألة ان احنا يعني نحاول نحل بأنفسنا، ما نقعدش نستنى لما انا مدرس اقول الحل بتاع الكلام، نحاول نحل بأنفسنا. تمام، فأول حاجة هنبتدي فيها هنا هي the compound noun in English، وهذا الدرس درس مهم جدا 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 جدا. the compound noun in English، الاسم المركب في اللغة الإنجليزية. الاسم المركب في الإنجليزية، أولا اوعى أي حد يفهم قاعدة تخص لغة ما بلغة أخرى، ما نفهمش قاعدة تخص لغة ما بلغة أخرى. يعني أنا بنقول the compound noun in English، الاسم المركب في اللغة الإنجليزية. الاسم المركب في الإنجليزي حاجة، والاسم المركب في اللغة العربية حاجة تانية. أنا اسمي مثلا كل ما عبد مركب، عبد العزيز، عبد الله، عبد الرحمن، يعني كل ما عبد اسمه مركب. تمام، ده وضع في اللغة العربية يختلف عن الوضع في اللغة الإنجليزية. طب هناخدها بقى أنا في الجرامر بتاعها، هاخدها مع حضراتكم سنة سنة، فأرجو إن إحنا ننتبه لكلامي. A compound noun التعريف بتاعها، A compound noun، وعلى فكرة أنا القاعدة اللي أنا بهتم بالشرح بتاعها مع حضراتكم هي قاعدة اللي يصعب عليكم لوحديكم إن كنتوا تذكروها. تمام، A compound noun is a noun plus noun combination. ال compound noun الاسم المركب هو is a noun plus noun combination. ال A دي عايدة على combination، هو اتحاد اسم زائد اسم. الاسم المركب هو is a combination. الكومبينيشن ده عبارة عن ايه؟ noun plus noun combination، اتحاد اسم زائد اسم. characterized by، characterized by يعني يميزه، يميزه by a primary tertiary stress pattern، بيميزه نموذج للستريس عبارة عن primary tertiary يعني واحد ثلاثة، primary يعني في المقام الأول، tertiary يعني في المقام الثالث، في المقام الثالث. تمام، هشرح حالا. in which، وفي هذا التركيب ده من حيث النطق، in which الذي فيه، the second element العنصر الثاني في تركيب الكلام، is the head of the construction هو رأس التركيب. العنصر الثاني، الكلمة الثانية هي رأس التركيب. and the first element والعنصر الأول يعني هي نوع من كلمة قائمة مقام صفة، modifier يعني كلمة قائمة مقام صفة. و contrary to how we feel، على عكس ما يمكن أن نشعر به،
the meaning المعنى of a compound noun بتاع الاسم المركب is from right to left بيكون من اليمين إلى اليسار. اللغة الإنجليزية كلها ماشية من الشمال لليمين. لكن حالة الاسم المركب هنا حالة خاصة، وهذه الحالة الخاصة حكاية بقى المقام الأول والمقام الثاني والثالث. قال لي there are four degrees of stress in English، بتوجد أربع درجات للستريس يعني للتوكيد في اللغة الإنجليزية، أربع درجات. واحد أول واحدة اسمها primary، primary يعني في المقام الأول. الثانية اسمها secondary، secondary يعني في المقام الثاني، second اللي هو اثنين. tertiary يعني في المقام الثالث. وبعدين أخيرا رابعا اللي في المقام الرابع بيقولوا عليها weak يعني ضعيفة. تمام؟ فبيجي يقول لي بقى in English في اللغة الإنجليزية we should differentiate، علينا أن نميز، علينا أن نفرق between، نفرق ما بين a noun plus noun construction، ما بين التركيب المكون من اسم زائد اسم، and an adjective plus noun phrase، وصفة زائد جملة اسمية. في الإنجليزي نفرق ما بين الاسم زائد اسم والصفة زائد اسم أو جملة اسمية. فمثلا English، كلمة English ممكن تبقى اسم في اللغة الإنجليزية، وكانت اسم كلمة English بتبقى معناها اللغة الإنجليزية. وكلمة English برضو في اللغة الإنجليزية ممكن تبقى adjective، ممكن تبقى صفة، ولما تبقى صفة معناها إنجليزي الجنسية، إنجليزي يعني إنجليزي الجنسية. لكن English الأولانية اللي هي اسم إنجليزي معنى اللغة الإنجليزية. فأنا لو قلت an English teacher، لو قلت an English teacher هننطق English أعلى من كلمة teacher، ننطقها إيه؟ primary tertiary. الكلمة الأولانية هننطقها بعلو يوازي المقام الأول، والكلمة الثانية هننطقها بعلو يوازي المقام الثالث. English teacher يعني كل القوة تاخدها كلمة English. تمام؟ لو نطقتها primary plus tertiary stress pattern بنموذج للنطق، تمام؟ إن كلمة إنجليزي تبقى أعلى من كلمة teacher بمقدار 1:3. تمام؟ فدي هتساوي في المعنى في اللغة الإنجليزية a teacher of English، مدرس لغة إنجليزية a teacher of English. تمام؟ لو أنا قلت an English teacher، an English teacher لو نطقتها adjective زائد noun phrase، لو نطقتها صفة زائد موصوف، هيبقى معناها a teacher who is English، that is to say إنه British teacher. طيب هل رجل القانون ممكن يوافق على إنك أنت تكتب كتابة English teacher وأنت عايز تقول مدرس لغة إنجليزية؟ لا مش هيوافق. ليه؟ لأنه English teacher ممكن تكون اسم زائد اسم، وممكن تكون صفة زائد موصوف، فما ينفعوش. فهيقول ايه بقى الرجل القانوني؟ يقول لك لا، العبارة لابد ان تتم صياغتها صياغة قاطعة، صياغة قاطعة. الصياغة باستخدام English teacher في لغة القانون ما ذكرناه في المثالين صياغته السابقة يعتبر صياغة رديئة، صياغة رديئة، لأنه يمكن أن تحمل معنى إنجليزي، ممكن تحمل معنى مدرس إنجليزية أو تحمل معنى مدرس إنجليزي. هيقول لك اللي أنت عايز تقوله قوله على طول يا أخي، أنت عايز تقول مدرس لغة إنجليزية قولها بشكل قاطع، معتمد على نطق طريقة النطق بتاعتها. قول هي إذا teacher of English، هي إذا teacher of English ليس لها سوى معنى He is teacher of English. أو قول he is British. هو بريطاني يعني he is English يعني بريطاني. تمام؟ بس لما تقول he is British قلتها بشكل قاطع على نحو قاطع، ما حدش هيفهم الكلام بتاعك غلط خالص أبدا. يبقى ده اللي بنقول عليه إيه؟ ده اللي بنقول عليه الصياغة الجيدة. الصياغة الجيدة هي انه لا يمكن ان يفهم من العباره الا معنى واحد، واي معنى اخر قد استبعدته الصياغه، قد استبعدته هذه الصياغه الجيده. الصياغه الرديئه اصطلاحا هي الصياغه التي تحمل معنيين، الصياغه الرديئه فيها لم يستطع الصائغ، تمام، ان يعبر عما يريد ان يقوله بدقه،
ولم يستطع أن يستبعد معان أخرى تدخل ما قاله. تمام، يبقى ده مثال واضح من البداية من الطلعة الأولانية بتاعتنا على أن احنا نخلي بالنا من الصياغة الجيدة والصياغة الرديئة. تمام، وأن الرجل بتاع الصياغة لما يجي يصيغ هيعمل إيه؟ سيعيد الكلام بصورة قاطعة ولا تتوقف أبدا على علامات الترقيم. فأراد إن أراد أن يقول أنه مدرس يدرس اللغة الإنجليزية هيقولها إزاي؟ هيقولها هي is a teacher of English. ولو أراد أن يقول أنه هو مدرس إنجليزي الجنسية هيقولها هي is British. تمام، نخلي بالنا من هذا الكلام. تمام، طيب الخطورة الشديدة إننا لا نريد تركيب يتكون من صفة زائد موصوف، لأن هذا التركيب في غالبه يؤدي إلى لبس في المعنى، وبالتالي فهو صياغة رديئة. ولهذا السبب، خلي بالنا بقى من القاعدة، ولهذا السبب فإن رجال الصياغة القانونية يفضلون الوصف بعد الموصوف على الوصف قبل الموصوف. دي قاعدة، رجال الصياغة القانونية يفضلون الوصف بعد الموصوف على الوصف قبل الموصوف. بنقولها بالإنجليزي كده drafters اللي هم رجال الصياغة prefer يفضلون post modification يعني الصفة بعد الموصوف، الوصف بعد الموصوف to على pre modification على الوصف قبل الموصوف. نأكد تاني، رجال الصياغة بيفضلوا ايه؟ بيفضلوا الوصف بعد الموصوف مش قبل الايه؟ الموصوف. هما بيعتبروا ان اي وصف، اي استخدام لصفة قبل الموصوف، ان هذا الاستخدام استخدام يمكن ان يؤدي الى لبس في المعنى، يمكن ان يؤدي الى لبس في المعنى. لو انا بقول يا جماعة، لو انا بقول tomorrow غدا I will bring with me، هجيب معايا my old friend أحمد. my old friend أحمد، old صفة وfriend موصوف، my old friend صفة وموصوف. طب يعني إيه بقى my old friend؟ my old friend ممكن تكون ليها معنيين، يا إما old in age، old in age يعني عجوز كبير في السن، يا إما my old friend يعني my intimate friend صديق الحميم. يبقى قد يكون معنى old إن هو طاعم في السن كبير في السن، أو قد يكون معنى old إنه صديق حميم، فما تنفعش الجملة دي، هيرفضها رجل القانون، يرفضها تماما. لو أنا بشاور لكم على بيت، بشاور على بيت دلوقتي وبقول that's my old house، that's my old house، مرة تانية that أو that's يعني هذا اللي أنا بشاور عليه، that's my old house. my old house ممكن يكون my old house معناها my ancient house، the house is ancient، إن البيت ancient يعني ده بيتنا القديم، بيت نفسه قديم. ممكن تكون my old house يعني my former house، former يعني the house from which we moved، البيت اللي احنا عزلنا منه. يبقى في فرق باستخدام القانون، لن يسمح بهذا رجل القانون، لا يفضل ابدا انك انت تقول صفة قبل الموصوف الا اذا كان عمر ما الصفة دي هيحصل منها مشاكل. يعني انا ما اقول ايه the beautiful girl، the beautiful girl مفيش فيها مشاكل، beautiful مش ملهاش معنى تاني غير معنى جميل. The nice boy الولد اللطيف ملهاش اي معنى تاني. فلو كانت الصفة ملهاش اي معنى تاني وحيبقى لها معنى واحد ثابت، لا مانع، لا مانع. لكن على نحو عام، على نحو عام هو يقول لك ايه، خليني في الاسلم، ده رجل الصياغة. اخليني في الاسلم ازاي؟ اخليني في الاسلم بان انا لا استخدم صفة قبل الموصوف. يقول لك الافضل اللي هم الدرافترز اللي هم رجال الصياغة، الافضل ان هو prefer post modification، ان احنا نعبر بالوصف التالي to pre-modification على الوصف اللي هو السابق للموصوف. تمام، في عندنا تاني من اسباب اللبس
ها الفعل عادة بنقول مثلا جو، أما نصرفه جو went gone، التصريف الثالث في المضارع بتبقى جو أو جوز، جوز مع هي وشي وإيت، والماضي went والتصريف الثالث gone. تمام. وفي عندنا حاجة اسمها التصريف الرابع اللي هو اللي أنا أجيب الفعل زائد ing اللي هو going، التصريف الرابع. التصريف الرابع في اللغة الإنجليزية ممكن يستخدم استخدامين، البريزنت بارتسفول اللي هو التصريف الرابع اسمه بريزنت بارتسفول زي ما انا كاتب، may function as، ممكن ان هو يتوظف as حاجتين، an adjective صفه or as a gerund. gerund يعني كلمه تقوم مقام الاسم، that's to say functions as a noun، ان يبقى اسم. التصريف الرابع يمكن ممكن في اللغه الانجليزيه قاعده، اقدر استخدمه كصفه واقدر استخدمه كاسم. فانا لما اجي اقول walk verb walk يمشي، walking تمام انا الفعل اهو حطيت له ing، ممكن ده يبقى ينفع ان هو يكون ايه gerund، ده ممكن يبقى اسمه gerund يعني functions as a noun. طب لو خدنا جمل بقى وقلنا ايه، a dancing teacher، dancing teacher لو نطقت dancing اعلى من teacher تبقى ده noun زائد noun، تبقى noun زائد noun تبقى معناها معلم الرقص. اما لو قلت dancing teacher، dancing teacher موصوف بقى adjective زائد noun phrase، تمام، فبقى بقى مش معلم رقص، لا بقى المعلم نفسه مش واقف على بعضه، بقى معلم راقص. تمام. ففي فرق، الراجل القانون هيرفض الكلام ده، لو عايز يقول معلم الرقص هيقول a teacher of dancing زي a teacher of English، ولو عايز يقول ان المعلم مش واقف على بعضه يبقى a teacher who is dancing، يبقى هو اللي ايه مش واقف على بعضه، يبقى هو اللي هو بيرقص. تمام. وهكذا لو انا قلت، لما اجي انطق بقى الحجرات الاوض بتاعه البيت كلها، لازم نخلي بالنا ان انا لازم اقول الجزء الاولاني النون الاولاني اعلى، والا المعنى لما يسمعني الراجل الانجليزي هيفهمني غلط. لو قلت a dining room، خلي بص الكلمه دي واضحه اهي بقى، حجره يعني ايه؟ حجره لوحدها يعني روم، حجره لوحدها يعني ايه روم. لكن لو جت في اسم مركب ما ينفعش تنطق روم دي ابدا روم، امال تقولها ايه؟ قولها روم، تقول dining room، dining room، dining room اللي هي حجره السفره. لكن لو قلت dining room معناها الحجره تتناول الطعام، الراجل الانجليزي لما يسمعها هيبقى فاهمها كده ان الحجره بتتناول الطعام، يبقى انا لازم اقولها ايه؟ ما اقولهاش روم، اقولها روم، a dining room، a sitting room. sitting room يعني حجرة الجلوس، لكن لو نطقتها sitting room تبقى الحجرة هي اللي قاعدة. a living room، a living room يعني حجرة المعيشة، لكن لو قلت a living room room معناها الحجرة نفسها مالها عايشة. تمام. ده يبقى برضو هذا الكلام، هذه الصياغة وإن كان يستخدمها الناس في الكلام، لكن رجل القانون، رجل الصياغة القانونية سيرفضها رفضا تاما، وحيعيد صياغتها علشان تبقى لها معنى محدد. احنا هذا الموضوع موضوع بالنسبة لنا مهم قوي، هنبدأ ناخد فيه أمثلة، نكبر في الأمثلة شوية، أدخل في أمثلة أكبر إن شاء الله، ناخدها أبتديها معاكم بكرة بإذن الله تعالى. أرجو أن يكون الكلام واضح، وأرجو أنك أنتوا تحاولوا تساعدوني بقى بان احنا بعد هننتقل بعد كده عشان نحل المسائل، التمارين اللي موجوده في صفحه 8 ابتداء من صفحه 38، وهذه التمرينات اللي في صفحه 38 هي تمرينات مهمه جدا جدا جدا. التمرينات مهمه ليه بقى؟ التمرينات مهمه لانه الله يكرمك يا استاذ عرفات، التمرينات مهمه. تمام. مهمة لإيه؟ لأنه في كل واحد من هذه التمرينات اللي هي بصفحة 38، كل تمرين منهم بيحتوي على فكرة، كل تمرين منهم بيحتوي على إيه؟ على فكرة معينة. تمام؟ يبقى لازم نخلي بالنا، لأن كل تمرين بيحتوي على فكرة، يعني من هنهتم بكل ما تمرين يعني اهتمام شديد. ده اللي أنا عايزه من حضراتكم بإذن الله تعالى، اللي هي صفحة، هوريها لكم الوقت تاني، صفحة 38. كل رقم من هذه الأرقام بيحتوي على فكرة لابد من الاهتمام بها، اهتمام خاص.
تمام؟ لأنه التدريب عليها هيحل مشكلات كثيرة تبقى آتية بعد ذلك. ها؟ هل ممكن نحضر؟ آه طبعًا 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 نحضر، ما أنا بقول الكلام عشان أقول نحضر، لكن أنا مش بيهمني، أنا مش في واحد واقف بره بقول تساوي على فكرة مهمة، فيهمنا إن إحنا نعرف الفكرة ونفهم الفكرة كويس ونقدر إن إحنا نستجيب ليها بطريقة صحيحة. أنا في شكر لكم حسن تعاونكم معنا واستحمالكم لينا، وربنا يسهل إن شاء الله، وأشوفكم إن شاء الله غدا في نفس الميعاد بتاعنا الساعة 7 بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا أستاذ صالح وأستاذ عرفة وعادل وميرنا وهنادي وليك وعرفات وكلكم جميعا، أنا بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.